تم وتوكلوا على ربي. اسمح لي اوكي هذا اللي كنتو غانا معلش واحد خذ راحتك معلش اليوم فردي كنتو انا خذ راحتك خذ راحتك احنا نهضر واحد اربع دقائق ولا ما انت اوكي. السلام عليكم الزلف اللون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ حسن عدلي يتكلم من غرفه حي كثبان سيتي ليدين. كل عادة كل ليل نقصروا مع ولاد حومة كيكملوا القراية الخدمة ولا الرياضة ولا اللي يحب يستعفى يحكي على المشاكل الاجتماعية والحلول إن شاء الله نعاونوا بلادنا مرحبا. واللي حاجة إيجابية إرشادات نصائح معلومات رانا هنايا إن شاء الله نتعاونوا بيناتنا نديروا قد ما نقدروا باسكو الحلول باش تفتح لازم بالهضرة بلا الهضرة ما تفتحش الحلول هكا تمشي الدنيا. كل عادة سماكم هذه عائلة غرفة عائلية محترمة اللي يحب يدخل مرحبا به الغرفة توجور راهي مفتوحة. أنا ما نعرفش ناس الغرفة راهي مفتوحة الباب مفتوحة اللي يحب يدخل مفتوحة اللي يحب يخرج الباب مفتوحة. ها واش نقول لكم أنايا وبنادم لازم يحترم الأمور هذا ما كان يحترم واش يهضر واش حاب يهضر إلى آخره. باسكو كاين هنايا كيما يقول لك دي ليميت بنادم الله يبارك نوردين الله يسلمك. كاين كيما يقولوا حنا دي ليميت واش لازم الانسان يحترم. واش هذا الكرسي تاع رئيس تاع الجمهوريه الجزائريه؟ واه قال سا غرون صالون فيه 20 متر الله يبارك. هذا الاخ نوردين محيود في العمل تاعو في بيت تاعو الله يبارك وليت حومتنا سيتي ليدين انسان طيب وربي نجحو الله يعطي له ما يتمنى ان شاء الله. آمين. ربي يكمل له ويكمل كاع الجزائريين اللي راهم في المهجر في الغربه يخدموا ويطلعوا كما يقول لك شان البلاد تاعهم بيان سور ويكونوا مناح وربي معاهم ان شاء الله. هذيك هنا هذا هو الهدف تاعنا نفرحوا بالجزائريين اللي راهم في المهجر يخدموا ويعاونوا عائلتهم في الجزائر وان شاء الله ربي يعاون الجزائر كذلك بلادنا عزيزه بزاف بزاف. نعاونوا مهما كان ظروف نعاونوا سواء باللسان بالدعاء واللي كنت ما يخدم كذلك واللي راه يخدم في المهجر يزيد يخمم كيف ينفيستي بلوطا في بلاده. هذا هو واش نقولوا حنا سواء كانت الاقتصاد ولا التكنولوجيا ولا الرياضه الى اخره نفرحوا ببلادنا. بلادنا مسكينه راهي عزيزه راهي تسنى فينا راهي كيما قلت حنايا راهي تطلب النجده. بلادنا راهي تطلب النجده مولادها كما نقولوا حنا. ان شاء الله نتوكلوا على ربي نديروا يد في يد. هاي واش نقولوا حنايا اليوم اول يوم اللي فتحنا الغرفه دوك هذه باسكو البارح درنا لانيفرسير تاعها البارح اليوم نفتحوا صفحه جديده ان شاء الله تكون حوايج مختلفين يكونوا قوانين بنادم يحترم نفسه واحد ما يشتم واحد لازم كل واحد يمد قيمة الواحد لازم كل واحد لازم يعطي الرأي للآخر كما يقولوا رأي الآخر اللي يحب يهدر مرحبا. كان قوانين بنادم يتبعها ما لازمش يفوت الحدود واللي يكونوا يسمعونا ولا اللي يديروا لي كومنتار يحترموا كذلك يحترموا ما كاش كيما الاحترام الأخلاق ليديكاسيون كما يقولوا حنايا لازم بنادم يحترم بنادم. رانا شفنا الاسبوع اللي فات كان شويه مشكل بين لي كومونتير ناس طلقوا كلايم على لي كومونتير وانا خذيتها بوريا انا وليت انا والغلط صح معليش ربي يسمح لهم ان شاء الله واش داروا مع الانسان هذاك والانسان هذاك كذلك غلط نورمالمون تمام هو يدوموندي يسمح تانيك. انا لا درت غلطه منه مسكين لا الله اعلم انا ما درت والو ولكن نطلب سمح من الاخ خونا رشيد بقنان لا راني غلط لا غلط معاه يسمح لي انا ما درت حتى حاجه. الناس كانت تقول لي كومونتير يا خويا ديك حريه التعبير تاعهم ولكن ما ديباسيوش دي ليميت ما لازمش يقولوا شي كلايم اللي ما يعجبش الحال. هذا ما كان انا راني في الوسط لي كل داخل نقدر نكونتروليه لي كون برا يدير لي كومونتير ما نقدرش انايا واش راح ندير له انايا رحم باباكم. بنادم يحترم نفسه الاخلاق كما يقول لك انسان يخلي انسان يهدر حريه التعبير الى ولكن كاين حدود بنادم يعرف واش يهدر هذا ما كان.
الموضوع تاع اليوم، الموضوع تاع اليوم هو الغضب، الغضب لا كولير، كولير الغضب، بالانجليزيه ذا انجر، ذا انجر كما نقولوا احنا واحد يزعف و upsetting the anger واحد، وبالانجليزية يقولك the anger management، the anger management كيف تحاول تسقم روحك بمزعف، كيف تكونترولي روحك وزعف وش حيدير لك، اسكو زعف يديك الحاجه مشي مليحه الى اخره، هذه اون جينيرال. نستناو الاخ خونا قدور، بروفيسور قدور اللي راهو في فرنسا او عايش في فرنسا، ان شاء الله هو اللي راح يدير هذا الموضوع، والاحبابنا ولا تحومتنا والاحباب مهما كان الناس بلديه المحمديه يدخل يشارك يضحك الى اخره، ولكن ولكن يكون احترام كما يقولك بنادم يتعلم من الغلطات اللي جازو. كاين شي ناس زعفوا، كاين شي ناس داو لي كومونتير، من فضلكم من فضلكم رانا خاوه باش نتفاهموا، ما رناش هنا باش نديروا لا ديفيزيون هنا، باش كما يقولك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفارقوا، اعتصموا تلاصقوا تخدموا كيف كيف ولا تفارقوا، ما تختلفوش ما تضربوش الى اخره. واش نقول انايا ما ندخلش في الامور اللي كما نقولك ما راهوش الميدان تاعنا، بنادم طونك راه عنده الاخلاق في البيت من البيت تاعو، الاخلاق تجي من الاب والام، تربيه بيان سور، هذيك يمشي بها بنادم، هذيك هي لي فونداسيون تاع الانسان حتى يموت. ان شاء الله يكون احترام 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 من فضلكم، واحد ما يزعف واحد، هذا ما كان. رانا نستناو الاخ قدور شويه هكا يدخل، ونستناو لا تحومتنا يدخلوا، ها واش نقولوا حنايا. ابراهيم غانا، السلام عليكم خويا ابراهيم، اهلا بك خويا. رشيد، السلام عليكم رشيد، اهلا بك خويا كذلك. هذه الموضوع تاع اليوم قلنا هو كما احنا نقولوا الغضب، الزعاف، الغضب the upsetting، upset management، the anger، واحد زعفان يزعف الى اخره. وحنا وخاصه خاصه لي زالجيريا، كاين بزاف، كاين بزاف البلدان طلاين طلاين يزعف وكذلك. انا جاب لي ربي لا بليبار ميديتيراني كذلك، طلاين لي غريك هادو يزعفوا تاع تمتم. الموضوع هو الغضب، الغضب لا كوليغ، كوليغ. ان شاء الله نستناو الاستاذ قدور قرنيش هو اللي راح يدير هذا الموضوع ان شاء الله. شيخ سماتي اهلا بك، وقت العشاء صحتكم. ايه الاساتذه ما قلت ليش ها صحتكم، قولهم بصحتكم. أسد أنا سالي قبيلية. السلام عليكم. أو قبيلية. بصحتكم. أسد أو قبيلية. نعم نعم قبيلية. هل يسمع وي. كنت الجمعة. مرتي هذا قبيلي. نعم نعم. إن شاء الله خاوة خاوة. إن شاء الله نعم. أنا في أنجيل. شكرا. بصحتكم يا شيخ سماتي. صحة بصحتكم. هذو يحبونا. حسن بوجمعة. وشنو هذا؟ عارف حسن بوجمعة. السلام عليكم. اسمح لي. السوجي تاع اليوم هو الغضب. الغضب. بعد حسن. ايوا بعد شيخ سماتي بصحتك، وشنو هذاك اودي في البانان هذاك؟ قول له قول له يرد البانان، قول له يردوا، دوك يردوا راني نشوف فيه. نورتين في الجزائر كاع، راني شفت واحد يدي في البانان، قول له يردوا. راني نقصر بك. نوردين ريماركيت، ما كاش الصوت تاعك نوردين، الصوت، الصوت. الصوت تاعك ما كاش. واش راح تقول لي؟ قلت لك في الجزائر كي يروحوا كش عرس يدوا معهم شكار فارغين باش اللي بقى يدخلوا. هذاك السيد كان يدي في البنان. اي احسن العول خويا، احسن العول، خصني نضربك. لازم واللي عنده وليد تبدا. ماشينا. السلام عليكم. سلام توفيق، اهلا بك خويا.
انا خويا توفيق لاباس بخير بنعس والله الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله الله الحمد لله انا البارح عييت نوردين انا باك ما طلعتش من هنا على بالك اوكي انا راه قصروا من هنا حسان هذه مع نوردين كل يوم يا اخو مرحبا بكم والله العظيم صباح شويه نوردين انت والله الحمد لله بارك الله فيك الله يعيشك الله يحفظك حسن خويا صباح والله الحمد لله انت لاباس توفيق انا نشوفك بوني مور جوردي ما شاء الله الحمد لله ان شاء الله يكون خير نعم نعم امين محمد خليفاتي او يسلم عليكم محمد خليفاتي السلام عليكم محمد سمعت مراد شو يقول لك سمع مانيش نسمع مراد سادات مراد السلام عليكم مراد اهلا بك مراد بومبارديتو انا بومبارديتو غير بومبات البارح وليت حومتنا مسكين معليش يغلط معليش معليش هكذا بس يعرف من الجاي يعرف يا بالو هكذا شاوي دي نعم معليش ربي يهدينا كاع جماعه السلام عليكم مرتين السلام ورحمه الله لاباس دارك مليح عليك هبالي مسامح كريم صح هكذا ما يعرف مره اخرى انا ماشي هو اللي ضيق دخلي منه دخلي هذاك الاخر شريف واسمه شريف قاعد عمرك ويديرو في البازو هذاك عمرو تاع معليش انا هو اللي دخلي منه ليكم مونتير معليش كل واحد ما عندوش في الراس ما عندوش في الانتيليجونس ما عندهمش حسن خويا معليش ما نلومهمش معليش خويا معليش لي زوم انا نقول لهم قبائل وعرب مخلطين مخلط الدم تاعنا في الاسلام قالوا وقيك ما قالوا واحد شرو لا يذكروا على اخر واحد شرو قالوا وقيك فوردي الزام محمد لامين او يسلم عليكم السلام محمد لامين طيان السلام عليكم اهلا بكم يا حسن مشي تعشى وجهي ايام بعد نوردين صح صحتك على نوردين صح الله يسلمك صحيتو والله لا بس سليم عزي راهو يسلم عليكم السلام عليك الخير يا لا باك يا اخي روبن هود انت مسلمين ويعمل على تفجيرين تقول لي شكرا نعم سليم الله يصبرك نعم حسن بو جمعه راه يسلم عليكم السلام عليك مسيو قدور اهلا بك مسيو قدور السلام عليكم سلام لاباس بركاته الحمد لله انتم لاباس والله الحمد لله راني وصيت كريم ورابح قال لك شويه هاك يدخلوا عندهم شويه شغل بصح شويه هاك يدخلوا ماشي حاجه قال لك ان شاء الله نعم الله روم راهي مفتوحه و نقصروا انا طوندون يدخلوا الجماعه وي بيان سور راهو حسن بوجمعه راهو يسلم عليكم اخونا عبد الرزاق ما شفناهش رحل توفيق ها توفيق انت نعرفك توفيق وين انا بنعيمش انا صاحب فوضل نعم صاحب فوضل وين صاحب فوضل ايه انا كيما كنت عنده في الدار هبط ليه داكوغ وي اكسابا صحة بخير والله النعمة والله الحمد لله نعمة الحمد لله ابراهيم غانيس يسلم عليكم الله يسلمك يا حسن بو جمعه راه يسلم عليك كذلك توفيق ويسلم على الجماعه سلام عليك الخير سلام عليك الخير صالح بو سعاده راه يسلم عليكم اهلا بك خويا صالح تاع قالك ولاد حومتي صالح توحشناك خويا سلام الخير رشيد من تلمسان مدريد هذاك يسلم عليكم ما في يدخل ديكوا يسلم عليكم الموضوع تاع اليوم الاخ قدور ديالنا هو اللي راح يدينا هذا الموضوع هو الغضب the anger كما يقولوا بالانجليزي anger ولا كولير اسمع لا كولير ولا لو كولير بكتلف هذه لا كولير هذيك قلت لك لا ديابيت ويا لو ديابيت اللغه الفرنسيه كوليرا عسل والله العظيم احنا وقفنا لا ديابيت لا ديابيت ولاتنا عادي اجتمع واحد واحد حكاها قال لهم انا شاك فانا غلط لا باغيت لو باغيت قال لك انا لا باغيت لو باغيت قال لك كل ما ندخل لابولوجري قال لهم اعطوني دو باغيت
كاش مشكل دابا هذاك ما ما يسحقهاش يدي زوج غادي ولا يجي يقول ان باغيت 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 اعطينا زوج وخلاص. الله يضحك. عمار علالي راه يسلم عليكم. اهلا بك خويا عمار. هلا عمار. هذه غيبه عمار. غيبه بزاف انا شباب. ان شاء الله تكون بخير خويا عمار. تحياتنا خويا عمار. سفيان المجد راه يسلم عليكم. صلاه عليه الخير يا نعم سفيان الله يعطيك الصحه. معليش طيحه ونوضه كي العاده. شكرا سفيان. بوسعاده ان شاء الله تكون خير خويا سفيان. بوسعاده الله يسلمك يا ها الصفيطه يقولوا نعم. خي ما كاش الماتش اليوم. اهلا بك خويا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. شراكم لاباس؟ لاباس الله يهنيك خويا محمد. ميرسي. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه على لي زيميسيون. شكرا شكرا الله يسترك خويا محمد. الله يهنيك. الحمد لله كي راكم بخير. الله يسترك محمد. هذا خو زياره خفيفه. نعم شكرا. هذا خو امين. امين امين اللي يطلع. نو 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 اللي كان يقري استاذ. كاش دو كاش دو كاش دو. داكور الله يبارك متشرف. الله يهنيكم. اولا خير. الله يسترك خويا محمد. ميرسي. يا هذا طيان. طيان توفيق. ايه سيتو نعرف خو كبير انا. ايه هذا خو الصغير. نعم هذا سيتو انا سيتو والله. نعم دوريد اهلا بك خويا دوريد. ويسلم عليكم دوريد. صحيب الخير. ان شاء الله تكون خير. ان شاء الله تكون خير خويا دوريد. شيخ سماتي راه يسلم عليكم. شكرا شيخ. رانا بك نسناو شي ناس باسكو الاخ قدور قلت لكم راح يدير لكم موضوع تاع اليوم. الموضوع هي الغضب لا كولير. نعم نعم خويا قدور ما سمعتكش. لا بدك عفوا ماشي محاضره. انا ما حش ندير محاضره زعما نحكي. لا لا ستانديبا باش نقولوا. نعم 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 بالراي تاعه. نعم نعم فوالا ويفهمنا وعرفنا بدينا. سلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا جماعه خير. اه طريب يا سمعنا صوتك. رانا سمعنا الصوت ديالك. اه بيان الحمد. توحشتك خويا حسن. يتوحشك الخير خويا سيف الدين. الله يسترك خويا. اسمحوا لي خاوتي يا اسمحوا لي نهضر زوج كلمات برك. زوج كلمات خويا حسن. نهضر برك غير زوج كلمات خويا حسن. نعم حسن. نعم كتشيني درقز 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 العالي. الله يسترك. ميرسي. ان شاء الله نكونوا كاع رقازين كيما يقولوا. ان شاء الله. ميرسي. الله الله يسترك والله يحبك من العين. الله يبعد عليك ولاد الحرام. ميرسي ميرسي. معليش معليش معليش. شكرا شكرا سي الدين. الله يسترك. الله يسلمك. ربي يهديهم. واش نقولوا هذا ما كان ما كاين حتى حاجه اللي نزيدوها. ان شاء الله. شكرا. الله يسلمك. الله يعطيك ما تمنى اخويا العزيز. شكرا شكرا. محمد محمد تومي تومي محمد حميد تومي محمد. او يسلم عليكم. شكرا. السلام عليكم بخير. الحق ما عليه. سفدين واش راك لاباس؟ والله غير لاباس خويا العزيز. واش راك نتايا؟ واش راك لاباس؟ الله يهنيك والله الحمد لله يا. الله يهنيك الله يهنيك. اعطيكم ما تمنوا ان شاء الله خاوتي. شكرا الله يسلمك. الله يهنيك. سفدين. الله يسلمك. سلم عليك سادات مراد سادات مسلم عليك. يسلم عليهم بالخير ان شاء الله. الله يسلمك. هذا هذا حديث مليح. اليوم اليوم الموضوع تاع اليوم لو سوجي هو لا كولير الغضب. سيف الدين. نعم بالك تزعف. الموضوع تاع اليوم الغضب بالك تزعف لنا. والله ما نزعف انا. نقول لك حاجه اخويا حسن. الرسول عليه الصلاه والسلام واش قال؟ انما الشديد ليس اسمحوا لي انما الشديد ليس بالصرع. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. شكرا. طريبيان وي. دي كونترولي روحه. نعم.
بارك الله فيك. كيما انت اخويا حسن، علاش اليوم متوحش باش نهضر معاك وتو قاعد غير نقلب يا ربي دير لايف فينالمون اني لقيتك باش نقول لك كلام. انت انسان طيب، درت الخير، الله يسترك. كاين ناس انت واش شوف علاش واش حبيت نقول لك، انسان يدير الجهد كادم تي تي تون فو كاع، تي تون فو دي دين، تي تون فو دالجيري، تي تون فو دو طول مون، تي في تا في تتكبر ولادك، دير تاوي لعمرك، ما تحوش تفهم لك حلال بيض، الله يسهل على كل واحد. بصح انت لا تراك كونساكري في وقتك وتقصر مع الناس وتجمع في الشمل ودير الاخوه بيناتنا ونتعاون ونسقمو. انا نرفد حجره، الاخر يرفد الخبز، الاخر يدير هادي، الاخر يدير هادي، نسقمو. انت يقول لك انا دكتور، انا فيلسوف، انا خرق اللاين، انا شرق اللاين، مع الاخر ما يعرف يدير والو. يا اخي يا اخي الحمد لله اللي ما قريت كيما اللي الحمد لله اللي ما قريت. نعم خاص نورمال. معلش معلش، زعفنا كاع الناس، هذاك صح ربي يهديها، واش نقولوا احنا؟ معلش ما تزعفوش، انسوا نستغف الاستغفار وخلاص، هذا ما كان، ما عندناش باش نقولوا. يا حسن يا حسن، وي مراد، اهلا بك مراد. ناس مراد دوكا واش خاصك انت؟ يا خاصك الدبلوم تاع الحسن والتربيه نديروها لك هنا من اليدين، نبعثوا لك ما شاء الله. الله يسترك، وقت اللي تحب، الباب راهي مفتوحه مراد خويا. هذا واش خاصك؟ لازم دبلوم تعرفوا في الحياه تاع الحسن والتربيه، ما كاش حي واحد تربي كيما انت اخويا حسن. الله يسترك، شكرا مراد، اهلا بك. الله يرحم عمي مور. الله يرحمهم ويصحهم بيان سور. نعم آمين. نعم آمين. اوكي الاخ محمد خليفاتي الله يعطيك الصحه، قال لك حديث شباب كما قالوا لي سيف الدين يتشبه له شويه، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. شوف الرسول يعاودها له يقول له ما تزعفش، ما تزعف. على باله مور زعف كاين امراض بنادم يخلقهم من بعد. نعم كيما يقولك لا طونسيون، لا ديابيت، التردد، هذا التقلق، ما يجيكش رقيت، تعود تشرب كاشيات، تمرض، تضعف، فيه بزاف حاجات سلبيه. يدير له سكته قلبيه حسن، تريبيان تريبيان، هذه نسيتها كاع، هذه نسيتها. نعم يدير له الكولو بزاف امور بزاف. نعم نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك. لاباس خويا قدور. الحمد لله خويا، الحمد لله خويا توفيق. لاباس عسلامة شيخ سماتي، الله يهنيك. نورتين انا موضوع مشغول سمعتو. نعم نعم موضوع الاخ قدور الله يعطيه الصحة، نسينا باللي كاين زعاف في المواضيع، حتى جبدوه لنا اليوم نسيناه. والفنا الزعاف على بيه، ما عطيناهوش قصة الزعاف. باش نصحح الحديث تاع سيف الدين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرع، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. شكرا شكرا الله يسترك. نعم استاذ شكرا. ويعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يكون غضبان وواقف يجلس، ولا كان جالس يوقف، ولا يروح يتوضع يروح للغضب، لان الغضب من الشيطان والشيطان من الله، وما يطفئ النار الا الماء. نعم والله اعلم. شكرا شكرا. نعم يا اخا صافي، اللي يكون مريح لازم يوقف، واللي واقف يريح ولا يتوضا ولا يشرب الماء كاسمه باش يروح له لينار. نعم يتوضا ولا يشرب الماء، يشرب الماء. سمعت على يشرب الماء. نعم لان الشيطان هو مخلوق من النار، هو اللي خلق، هو اللي جعل من النار. نعم نعم. ويشكر الاخ قدور على هذا الموضوع، ربي يجازيه. نعم. ان شاء الله. نعم نعم الله يعطيه الصحه. نعم مشروع عليه ان شاء الله ان شاء الله. رانا نستناو المنيرفيين باش يدخلوا باش يبدا الموضوع تاع لي نير. لا لا يقراوا النقص هذوك. لا 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 والله الشيطان على اسباب الاخ عبد القادر، اسباب الطلاق وشنو الغلط؟ الغضب. نعم اسباب المرافقه، مفارق انساني ما يتفاهمش مع جار، وشنو الغضب؟
هو السبب الغضب وش هو الشيطان والعياذ بالله واللي يكون راكبه الشيطان في راسه هذاك لازم يراجع نفسه برك هذا ما كان نعم نعم هي كان حالات بعد كان حالات غضب كان غضب يكون ايجابي كاين نشوفوا واش الغضب الايجابي ونشوفوا لو خاصه هو بطبيعه الحال الغضب سلبي بارك كاين بعض الحالات العلماء يفسروا باللي كان غضب يعني ايجابي فيه ايجابيه ومن بعد نفسروها نهضروا عليها ان شاء الله ايوه بارك الله وفي معظم الحالات الغضب يكون سلبي ما يكونش سلبي صح لأنه تكون عنده عواقب والعواقب تاعه في الندم وفي الندم ندم خلاص تفرط تفرط صالح سلام عليكم السلام عليكم سمحوا لي دقيقة صالح بوسعادة السلام عليكم واش راك حسن راك راك خدعتني على بالك سيربريز والله العظيم هذا صالح كان يقرا معايا كان يقرا معايا هذا صالح الله يهنيك خويا صالح كلمه على شي شكو ثاني ها وش سمعتي نعم اش سمعتي واش هذا واش راه عمي احمد والله الحمد لله على كل حال حاله الكبر راك تعرف شيخ يا خويا بالله له سلام قول له سمعتي راه توحشك عندي بزاف ما شفتوش يتوحشك الخير يتوحشك الخير شيخ باباك يحبني بزاف يا ابو سعاده وي باباك يحبني بزاف سال عليه يرحم والديك على بالي والله على بالي استاذ والله على بالي والله ما عجبني الموضوع تاع اليوم نعم شكرا موضوع تاع الاخ قدور قدور قرنيش قول غير قدور عرف له عرف له انا اليوم الانطلاق الحق البارح راك شفت اللايف تاع خونا حسن شفت ما شاء الله خونا حسن كان متمسك بالاحصاب تاعو وكان عقلاني وعاطفي شوف سبحان الله كان عقلاني وقتو كان غضبان كان في حاله غضب بصح باقي شاد في العقلانيه وشاد في العاطفه كان يقولوا لا لاحظتوه انا كنت نلاحظ فيه يقول الاخ بجنان ما قالوش يعني فعلا انا نسيت تبقى الاخ يعني مرماش زعما جملة واسمه وقال له زعما يعني هاي الغرفة مفتوحة ارواح تكلم بكل حرية تروح تكلم غير راس لراس وان تو وان ها ارواح حكي انت واش عندك هاتوا برهانكم ولا كنتم عندي هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وانا نجيب لك واش عندي واش عندي الدار وشوفوا والناس واش تحكي بيناتنا ولا بون هو طبعا الانسان اللي اسمه ولا ما تفهمناش خلاص اسمه قال له بون معليش تحت انا احترمت رايك احترمت رايي والسلام عليكم فقط بون الاخ حسن كان بكل اسمه كان بكل احترام حتى ولا في حاله غضب وبالعاطفه حتى الاخر ويقولوا دكتور ما شاء الله ويقولوا اخي الاخر ذلك وانا يعني ما انا اتكلم نتوجه لك غير بالمحبه وشوف سبحان الله في حاله غضب وحنا الجزائريين معروفين باللي زعما يقول لك الجزائريين كاع اسمه يقول لنا هنا او بابا انتم الجزائريين ما عندكمش الضوش ونقيل كما يقولوا يعني عند السرعه تاع الغضب راهي داروا هنا تيتر لينا تاع اسمو حنا الجزائريين عندنا هذا الغضب السريع دونك حنا نشوفوا اسكو هذه صحيح باللي حنا الجزائريين عندنا هذه الصفات الغضب السريع والغضب الشديد ولا كاع الناس تقدر تحكم الغضب ما هو الغضب لازم نعرفوه وما هو اسكو كاين انواع انصاف تاع الغضب ما هي الانصاف وشوفوا ذلك يعني كيف نتفاداو هذا الغضب يعني بكل هدوء وبكل عقلانية معناها حسن استفاد من الدرس تاع العقلانية والعاطفة ايه طبعا شوف قاعدك شفنا كاع المواضيع شكرا اللي اقترحت
في هذا في هذه الغرفه كل شيء متعلق درنا على الاخلاق على الادب هدرنا على 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 المحبه هدرنا على الاخوه هدرنا على الثقه هذه مواضيع مواضيع تربويه ومواضيع اجتماعيه خلي المجتمع زعما الناس يفكروا يفتح مخه هذاك الناس تفتح يقول لك اه وي صح كي راني سمعت هذيك الهضره باللي لازم هذيك نخملها وهذيك لازم نفكر فيها قبل ما نتكلم ولا قبل ما ندير حاجه سبحان الله هذه كونتخا هذه فايده فايده احنا تاعنا كنفيدوا بعضنا نعرفوا كيف نتصرفوا واسكو احنا نعم. حنايا اسكو احنا التغير تاعنا اللي انا عايش في اوروبا بالنسبه اللي عايش في الجزائر انا بحث كما البارح سائل قلت له حسن يعرفوا يقولوا لي زونغلي يقول لك ليسونس بليغماتيك يعني عندهم هذاك زعما يتحكموا بال بالاحصاب بصفه عجيبه هذه معروفه يقول لك اسكو بالك حسن ولا ما هنايا وخاصه بريطانيين جامي يزعفوا تتعلم معاهم ما تزعفش لو كان تزعف قدامهم ما يهضروش معاك تعود تبان اغريسيف قدامهم يولفوك تعود هكذا ما تزعف خبيها في قلبك وضرب النحو وما تحس ما تعطيلهاش قيمه الى اخره هذا ما كانشي كاع في الانجليز انا هما يقولوها لك وما ربونا بها وان شاء الله ما نزعفوش بزاف معروفين الانجليز في هذا القاموس The anger management يقولوا لا The anger management كي تروح تخدم في كش خدمة ولا لازم ندير هذا تقرأ عليها باش ما تزعفش في الخدمة وما تزعفش مع أحبابك صحابك إلى آخر anger management سمحوني قال لي كومنتر باش نسمع قال لك سليم عزي زعمة ما تزعفوش كي الزيت يزيدوا له يوفاقوا كي يزيدوا للزيت عنده الحق حسن هنا يا اسمك صالح جبتها مال صالح ورينا وجهك الله يسجيك راك تورينا التلفزيون ها داكور مسي قدر ما يحبش هكذا لازم تواجه ترابيا هكذا صافا تبع البانو ديالك هكذا معليش شوفوا غير عينيك ما شاء الله قال لك يا كي يزيدوا الزيت اروح انت وشد الغضب تاعك قال لك يا ايه هذاك يكون غضب ايجابي كما نشوفوا من بعد نعم اوكي ومن بعد محمد خليفاتي قال لك الغضب عنده سلبيات كبيره صح لي نيجاتيف بزاف والندم ياتي بعدها ومن بعد تندم الله فان كي تصرا كي دير حاجه بعيد شرك شي مشي مليحه ولا الاخت الكريمه قالت لك من كان جالسا فليتمدد قالك مش يوقف نو قال لك واحد من كان جالسا فليتمدد وليس من كان جالسا فليقف نو صحيح معلوماتك شيخ سماتي ولي قال هكذا يا مقبيله صح هاي واش قالت لك راح نعاودها قالت لك من كان جالسا ليكون مريح فليتمدد واش معناتها يكسل رجليه هكذا شويه هكذا اوكي باش الدم يطلع له للدماغ ويبدا يخبط في الحيط واقعين لا باش ليكيليه بروكي توازن نعم اوكي نعاودها ونصوتي لواحد اخرى من كان جالسا فليتمدد وليس من كان جالسا فليقف صحح معلوماتك شكرا الاخت الكريمه شكرا سليم عزي حسن نعم يعني نقدروا بعد نطرقوا لها يعني نشوفوا في الاسمو في الجسم واش يوقع كي يكون الانسان في حاله غضب نعم كاسكي سبات في الجسم تاعنا كي يكون في حاله غضب ونشوفوا اسكو زعما متوافقه مع لازم يوقف ولا كي نشرحوا ولا نشوفوا متوافقه مع اللي لازم يتمدد اوكي شكرا سليم عزي قال لك كي يجيك او زاد لك واحد اخرى هذا بين مسكين هو مسوفري وقعد يا عزي راح تلقد على روحك
قال لك كي يجيك الفاتوره، كي يجيك الفاتوره تاع الكهرباء والماء والغاز، ما تغضبش، اعطي لي قلبك. قالك لا ما تغضبش، غير اعطي لي قلبك. يا حبيبي هذيك كي تجيك ورا لي ما يغضبش، وعلى كاني ما يغضبش. لا هذاك غضب سليم، هذاك غضب سليم، هذه حاجه نورمال عادي، هذاك عايش بيها، هذيك ما فيهاش ندم من بعد الغضب. نعم. شوف الغضب السلبي هو اللي يتبعه الندم، يعني حتميا. نعم. يكون من بعد موراه الندم، وبصح بكل اسف خلاص تفرطر كما يقولوا، ردت حاجه، خرج كلام ولا ضرب. نعم. ولا ضرب فعل، ضرب واحد ولا خرج كلام. نعم انا فاهمي، شكرا. قاسي عبدل سعيدوني، قال لك السلام عليكم ويسلم عليكم. حميد جناوي راه يسلم عليكم، صح اخويا جناوي، او يسلم على توفيق ويسلم عليك. الاخ الدور نور الدين وصالح بوسعاده راه معنا كذلك. حميد مالك حسن، ها نبدا بيان سير، طيب نبداو بيان سير. داكور، بارك الله فيك. شوف يا جماعه، كما انا ما جيتش ندير زعما محاضره، انا اقترحت موضوع، جيب معلومات، جيب معلومات طبعا اللي نعرفها انايا واللي طالعت عليها، وثاني كل واحد يجيب لنا التجربه تاعو وثاني كما عرفته. يا ماشي شرط كما احنا قلنا الفهامه، ماشي شرط قرايه، القرايه دير لك حاجه بلس تطابق ان بلس، جيب لك اضافه تاع حاجه. اما الانسان الذكي، ذكي واحد حتى ربما ما قراش، ربما عنده حتى مستوى الرابعه، بصح ما شاء الله نسيبو عنده الفكر، عنده الكلام. نعم. هذه ما فيهاش فرق، كاين مستوى ثقافي والمستوى الدراسي. كل مستوى ثقافي يقدر الانسان يكون كما قلت لك بالسنه الرابعه وعنده مستوى ثقافي ما شاء الله، يعرف ويشرح لك الامور ويعرف يلاحظ، يعرف يميز، يعرف. نعم. يفكر ويدير حاجه مليحه شابه. كاين الله يبارك. شوف يا جماعه، نبداو بالتعريف تاع الغضب. نعم. هذه طبعا انايا شفتها في اسمه واش يقولوا لي بسيكولوج وسورتو لي بسيكياط على الغضب. اذا شوف، الغضب هو التعبير الشرس للمزاج مع فقدان السيطره على المشاعر وترافقه اضطرابات عصبيه، وهذه الاضطرابات العصبيه هي اللي يعني عندها عواقب سيئه على الصحه. نعم. وهو عاده يعني يكون ناتج خاصه عن الاهباط. وشنو اهباط؟ إهباط سي لا اون فرونسي سي لا اتون جي لي ماركي سي لا فرستراسيون. اوكي فوالا. لا هذه باينه. الاهباط سي الواحد كي يحس روحه زعما هبطوه الى تي كرازي، تو با خلاص. اوكي هبطتي هلا ولا عبس كما نقولوا احنا، عبست عليه بالعربيه ديالنا، عبست عليه، راك طيحت له قيمته تاع الصح. ولا كرازيتو كاع لتحت، كرازيتو كاع لتحت. فوالا، في هذيك طبعا هو يقدر ينفعل بحاله غضب. نعم. او يعني نشوفوا الحالات العامه هكذاك، او مثلا واحد يقول لي عنده الغضب، كي مثلا هو يعطي مثلا مسؤول ولا راح عطي اسمه قوانين ويعطي ارشاد دي غاجل يعني قواعد الناس اللي معاه، وشوفهم بلي ما يحترمهمش طبعا هذيك، ولا استاذ ولا يقدر يغضب. كيفاش انا قلت لكم زعما هكذا باش نتفاداو هذه ثاني حاله غضب، بصح ما عندهاش عواقب سلبيه تقدر تكون، بس ديبون الدرجه تاع الغضب اللي هو يخرجها. واش قلنا ثانيك؟ وال بيان سور الاستفزاز، واحد كيستفزوه، لا بروفوكاسيون، ها التوبيخ المهين، ها الواحد يدق التوبيخ ما حتى باباك ولا يماك ولا حمل العائله او استاذ ولا توبيخ مهين، الاهانه هذيك كثير حاله الغضب. اوكي. وفي بعض الحالات التعب اللي يكون الانسان تعبان خلاص، هذاك ثاني كيكون معروف، هذا يكون منربي، يكون تعبان يولي خلاص بالخدمه ما تخلطش فيا،
ولا او قلت لهم ثانيك تقدر تغضب او الحرمان من بعض المواد مثل مثلا كما القهوه كما الدخان اللي هذه معروفه عند الجماعه خاصه في شهر رمضان قهوه حليب القهوه والدخان تخصه طبعا واحنا بغينا نكتفوا بهذه المواد وثاني كاين اللي عندهم هما الطبع تاعهم طبعا المندفع هو يكون امبولسيف واحد يكون امبولسيف عنده الغضب يسمى شوف ساكن وخلاص وهذاك عاده هذا اللي يكون ساكن الغضب هو في الطفولة تاعو البسيكولوجي يقول لك بلي هذا في الطفولة تاعو راه هذاك كان في حالة غضب هذاك الغضب ما خرجوش هذاك الغضب دخلوا في ايه اوكي فهمتك وين انتريوريزي الغضب هذاك حتى يكون كي يكبر يولي ساكنو يولي هذاك يولي غير يعني اللي طبعا كي يكبر الشخصية تاعو تتطور ومن بعد يولي بصح هذيك الاخر بالغزو راه ديجا في دماغه شو راه ديجا في دماغه ويخرجوا بهذيك الصفات يعني ديما منرفي واش يشوف منرفي يشوف حاجه مليحه منرفي يشوف حاجه مش مليحه منرفي اكثر هذه زعما هذا التعريف وبعض الحالات طبعا الجماعه يقدروا يضيفوا حالات الغضب اللي يعرفوها انا ما قلتش كلش طبعا نخلي الكلام كاع للجماعه ماشي محاضره كما كنت نقول نعم الأقدر واحد كي ما عندوش نوتريسيوم جيعان كما يقولوا واحد اللي ما كلاش طبعا كيف تاع رمضان واحد تاع رمضان واحد مازال ما فطرش واحد وجيعان واحد ما عندوش ماكله توجور تلقاه منيرفي نعم هذيك خاصه هذيك خاصه يخصوا هذيك المواد اللي يقول بها الدخان كما صح ولا مام شوف ودركا كاين واحد تاع نورو بسيكياتر امريكي معروف دوك تري كونو يسموه لو دكتور دانيال سيغل مازال عايش دوك سيغل دوك هو دار بحوثات في هذا الميدان يعني ومعروف هو الوغ عطى صوره باش نفهموا زعما كيفاش واش يوقع في الجسم تاعنا في حاله الغضب شوف كيفاش باش نفهموا هذا لو نورو بسيكياتر مثل المخ تاعنا على شكل اليد دوك نشوف نفهمكم حاجه سهله وبسيطه والانسان يفهم مليح واش يوقع في حاله الغضب شوف في هذا الجهه هذا اليد هذه او فلو بغا هذا تاعنا هذا يمثل لا كولون فيرتيبرال تاعنا لا كولون فيرتيبرال سي العمود الفقري نعم وهذا اليد تشوفوا باللي تمثل المخ تاعنا السيرفو ديالنا وشوف السيرفو كاين السيرفو متكون من بعض من اجزاء كاين جزء هذا دوك احنا نمثلوه بالسموه هذا الاصبع الكبير هذا الابصم وهكذا نحطوه هذا في السيرفو تاعنا بريميتيف هذه الجهه هذه سي السيرفو بريميتيف تاعنا هو السيرفو تاع الانستا تاع اسمه كيفاش نقولوا الانستا تاع نكتب تاع اسمه المعده لا الانستا عفوا الانستا الانستا صار نوقع لا داخل كاس المعده المعده الانستا لا اله الا الله محمد رسول الله تاع الغريزه فوالا غريزه هذا الجهه اسمه تاع السيرفو تاعنا هذه اللي فيه الغريزه هي اللي تاع لا سيرفي هذا اللي اسمه سينستا سي لو سيرفو بريميتيف هو اللي يتحكم في الغرائز ويتحكم شهوات شهوات نعم شهوات وفي الجوع وفي العطش هذا 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 عندنا وهذا ما تكلخلوش هذا عنده بروغرام خاص فهمت وهذا العالم يقول لك ويرطوي عليه داكوغ هنايا ها هو جاي لداخل هنايا جاي هنا في الطرف ويرطوي عليه بحيث هنايا ايوه الجمجمه وهذا اللي اسمه هذه الناصيه هذه لابارتي يسموها لو سيرفو تاع لونتيسيباسيون هنا هذه الجهه الوسطى تاع لونتيسيباسيون
هو يعني هو اللي يتحكم في لي غاف والايماجيناسيون هنايا هذا الجهه الاحلام نعم ولا ايوا الاحلام والتصور والتخيل نعم وهذه نعم. الجهه هي الجهه النبيله تاع تاع السيرفو هي اللي تاع الذكاء وتاع كما هضر هذا الجهه الاماميه لهنايا وشوف هذا الجهه الاماميه كيفاش حنا نسموها باللغه وخاصه لغه القران يسموها الناصيه الناصيه الجهه النبيله سي لا بارتي نوبل دو سيرفو هذه هنا اللي هنا قدام هي الناصيه هي تاع الذكاء هي تاع بها الانسان ياخذ القرارات والعقلانيه اللي درنا عليها هذاك اليوم وقلناها العقلانيه في الناصيه هنا هذه الجهه والله سبحانه وتعالى ذكر الناصيه ناصيه كاذبه خاطئه نعم ايوا دونك كيفاش لو كان زعما يقولوا لي الدعاب للرسول هذا كتبها من اسمه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف باللي في ذاك الوقت باللي التحكم في العقل اللي يحكم راه هنايا في هذه الناصيه وماشي لهنا ولا جهه واحده اخرى اوكي ناصيه كاذبه خاطئه دونك هنا الغلط راه واقع لهنا في هذه الناصيه داكور دونك الانسان يكون وهذا العالم قال لك زعما في حاله الغضب كيف واش يوقع هكذا هل الغضب راه متكون راه تركب هنايا وراه نتصل مع الجهه وخاصه هذه الجهه خلاص فهمتك طريب يعني وي دونك على ذيك افكت الاخرين نعم فوالا ماكاش حاجه اللي تهدنوا شباب ماكاش حاجه اللي تهدنوا دونك هذه لا بارتي تاع السيرفو تاعنا هي كيما نقولوا سي بريميتيف بالفرنسيه ما لقيتش الاخر تاع باسكو انا ما عنديش مصطلحات علميه زعما شي متخصص انا بالعربيه نعم بريميتيف يعني اولي او اولويه لا مخ اولي يعني في الله سبحانه وتعالى هذا اعطاه لنا زعما حتى الحيوان عنده هذا الاسمه الحيوان عنده غير هذا الحيوان ما عندهمش هذا الجهاز يعني باش يخمم كيما حنايا ويدير افكار ويدير فهمت هذا تقريبا كان يسموه ثانيك لو سيرفو ريبتيليا يعني حيواني هو اللي يتحكم مثلا يتحكم في الجوع كما السبع او الحيوانات هذا اللي يتحكم فيه اذا كي يجوع يحوس الماكله مهما كانت الظروف نعم وشوفوا بلي الحيوان ثاني عنده حاله الغضب حتى الحيوان عنده حاله الغضب اذا دوك هو هذا العالم دوك مثل حاله الغضب تقريبا انفصال ما بين المركز وين يوقع الغضب والمركز تاع التفكير والعقلانيه اللي تكلمنا عليها ديك المره عليها ديجا نعم خلاص اذا كي انفصل عليه ما يقدرش يتحكم اهلا بك السلام عليكم السلام عليكم لاباس بخير الحمد لله صباح الحمد لله شكرا بارك الله فيكم دونك هذه الو ومن بعد واش يوقع هو كي الانسان يدخل في حاله غضب هذاك الجهاز تاع الدماغ تاعنا يبعث امر للغدد تاع الادرينالين اللي تطلع هذيك الادرينالين تزيد في دقات القلب فوق اللي غضبان تسيبو فوق تسيبو الاخر هو هذيك هرمون هذيك اللي تطلع ويطلع الدم من راسو على ذيك الجماعه قال لك بلا اذا كان مريح ايوا يتمدد باسكو الدم يطلع للراس دونك هو ربما انا نظن هذه علميه طبعا نقدروا نفهموها اذا تمد دونك يوقع توازن وينقص هذاك الضغط اللي عندنا نعم مادام هو واقف وتشوف الانسان الغضبان تال مو هذيك الادرينالين طلعت حتى تمام يتكمش كما نقولوا نعم هذه من يسمى من الناحيه العلميه ايوه من الناحيه العلميه هذا هو قدو نقدر نحبسك دقيقه من فضلك تفضل باش نحيك الغضب هذا ما كان قيدوره ويسلم عليكم قيدوره صالح بوسعاده صافي حسن صالح
وي او يسلم على صالح جاره ما عليش ربع عيشات قالك السلام عليكم خاوتي ولاد حومتي الاشاوس ربع عيشات وسلم عليكم كمل بقطايا قال لك وليد حومه كذا قال لك الاهباط هو مجموعه مشاعر مؤلمه كالاحساس اخوت انت اخدو كالاحساس الاحساس بالضيق والتوتر والغضب والعجز والدونيه وينتج عن وجود عائق ما يحاول دون اشباع حاجه عند الانسان او حل مشكلته ويعاني الكثيرون من الاحباط دون أن يعرفوا ذلك الأمر الذي يجعلهم عاجزون عن مواجهة مشاكلهم ويفقدهم الثقة ويفقدهم الثقة اسمحوا لي ثقة بأنفسهم يفقدهم الثقة بأنفسهم ومن بعد ربع عيسى قال لك الإضافة للإضافة الغضب أنواع منها الغضب العدواني الغضب المخفي المعالم يقولوا له والغضب الداخلي اللي جبته انت قد قلت يقول داخل هذاك ومن بعد الداخلي والغضب الحاسم كاين العدواني المخفي ولا يقولوا له المعالم كذلك الداخلي والحاسم كات اربعه شيخ سماتي قال لك ما تنساو الشيطان الأنس الذي يكب الزيت على النار نعم قالك كاين نوع كذلك كاين الغضب يجي من الناس اللي تزعفك كما نقولوا حنايا يديروا لك مشاكل ولا الغضب يجيك كيف كيف هاي كمل بالبداوي قالك السلام عليكم الأخ الدور نعم اسمح لنا كمل بك باش تانيك نعم بون انا طبعا انا نعطي معلومات اللي تحصلت عليها ومن بعد بون نناقشوا نعم بعد نناقشوا طبعا كما ذكرت على لسان الاخ رابح كان ماذا بينا طلعت هنيك معنا باش قال لك يدخل هو قال لي شو هيك يدخل عنده شغل واقف كاين ايوه انصاف تاع الغضب طبعا كاين انصاف منها بون مثلا واحد لا غضب باسكو ظلموه خاصه يحس يعني بظلم ويعبر عن الغضب تاعو طبعا بكل ماشي غضب شديد نعم يعبر على الغضب زعما يعيط على الحق تاعو او الشعب ثاني الشعب يدخل في حاله غضب يعني باش 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 يقولوا باللي ما تحسبوناش باللي حنايا نعم احنا ما عندناش ايوا ولا تتحقروا بينا الى اخر ذلك تبا هذيك في حاله غضب وهذيك من تاع الانسان هذيك هو هذيك مرتبط بالشخصيه تاعو طبعا نعم. هو نعم. هو طبعا لازم يفرض الشخصيه تاعو هنايا يقول بلي هذاك غضب سليم لان الواحد راه يدافع عن الشخصيه تاعو لو كان يرجع هذاك الغضب هذاك يعاود ما يخرجوش هذيك ماشي مليح هذيك نعم. مليح يا اخا ماشي مليح هذاك نعم بالنسبه اليه وتنقص في الشخصيه تاعو نعم وربما ومن بعد تديه باللي يولي عنده اسمه يقول لك ليزيدي نواغ نعم دوك يولي يفكر ماشي مليح وتقدر هذيك توصلوا فوالا توصلوا زعما تاع الضرب والى اخره نعم تولي فيه الحقد وتولي فيه الانتقام وتولي فيه هذوك الدسائس نعم نعم الشيطان نعم الغضب يقول لك سليم لازم تخرج هذاك الغضب باللي تقول جو سي با داكور انا ماشي انا غير متفق معك نعم هذا الغضب سليم وكان هذاك البار طبعا الغضب الشديد هذاك اللي ما يتحكمش ويوصل يعني يدير افعال او اقوال خطيره نعم نعم خطيره جدا نعم ومن بعد ما قلنا قبيله ونعاودوها زعما ومن بعد يتبعها الندم هذيك الحاله اللي طبعا ماشي مليحه سي تروبا نعم لا نو هذيك خلاص كي خرجت الكلمه سيئه ولا الفعل ذاك القبيح نعم. راه دارو مثلا ضرب ولا حتى ولاده ولا مرته ولا جاره بعض المرات ولا واحد اخر نعم يتعدى هذيك طبعا وحنا قلناها تكرارا ومرارا العنف هو العجز عن العقل خلاص تفكير. ايوه عن تفكير
العنف هو عجز عن تفكير وعجز عن وجود الحلول. لما ما تلقى الحل كل واحد يعجز، ما عندوش حلول، ما عندوش ديز ارغومون اللي يقولهم زعما نعم اللي قابلوا ليه يهضر معاه ليه قابلوا زعما ما عندوش باش يرد الصرف كيما يقولوا بتاع الهضره ويجيب البرهان ديالو يرجع للعنف. العنف إذن هو العنف إذن هو حالة ضعف وليست حالة قوة. نعم شكرا. هو يحسبها باللي حالة قوة وهي حالة ضعف لأن خلاص ما جاش الكلام ولا ما جاش. شكرا قد دور الله يعطيك صحة. بك نقرأ كومنتير بك. قاسي عبد السعيدوني قال لك الغضب عنده تأثير في العقل والجسم، العقل والجسم في زوج. إيه طبعا إيه طبعا هذيك لا لا مثلا هذيك الادرينالين هذيك الهرمون تاع الادرينالين اذا طلعت بزاف ودير دقات القلب تكون قويه ومثلا يكون الانسان كاردياك تقدر تؤدي به الى سكته القلبيه ولا الى اخره. نعم نعم كاردياك ما تزعلش والله العظيم الله يعطيها الصحه. شكرا مضر أنا نحبس فيها أنا تانيك. ذلك في الكومنتير. السلام عليكم ربح. السلام عليكم الله يسلم حولي. أهلا بك ربح. شيخ صالح وعليكم السلام شيخ صالح وش رأيك؟ بالأخرك منور ما شاء الله. سمحونا شوية بك قصر مع صالح. أخويا صالح وش رأيك؟ حبك ربح. رو خل رو يديك حاجة معنا بصحة رو في كش بلاصة. دك دك يبان دك يبان صالح نعم معليش والله غير سمحوا لي بغدون او صالح يبان صالح يبان يبان غير شفارتيها غير حواجب هكذا غير حواجب هكذا انا يا بك اللي راه مليح والله صالح بك خدام موضوع بكري معليش الموضوع والله غير خونا قدور يدير واحد المواضيع يعني حساسه ومليحه ويعني فيها فائده للعامه كاع وللخاصه اسمحوا لي معليش معليش نهضر ولا اكو بيان دقيقه راني نقرا لي كومونتير انا نقرا تمتم محمد محمد خليفاتي قال لك الرياضه لها دور مهم في ازاله الغضب. الله يعطيك صحه محمد هذه 100% مليحه هذه التخصص تاع خونا رابح هذه اشوف خويا محمد بدا بها باش يخليني نهضر معليش حبيت محمد قافز ما عندك زيد قرا زيد قرا تحتك ما تقول الشيخ سماتي قال لك اسمح لي يعرف الغضب في علم النفس بانه شعور يمر فيه الانسان يظهر فيه سلوكيات وافكار عدائيه واستشاره فيزيولوجيه وغالبا ما ينجم عنه تصرفات غير لائقة ومهينة من الشخص الغاضب إلى الأشخاص الآخرين وترافقه عدة أعراض جسدية مثل ارتفاع معدل نبضات القلب كما قال الأخ قدون. نعم الأدرينالين هي اللي طلع النبضات تاع القلب أما هذيك ما احنا سمعناها قبيلة يعني في المخ تاعنا نعم الناصية وتاع هذيك لابارتي هذه لو سيرفو يسموه دوك قلت لكم قبيلة لو سيرفو بريميتيف هذا هو مركز الغضب هذا لو سيرفو بريميتيف نعم تاع المخ الشيخ اسمه مليح في اللغه العربيه منير رابح منير منير معنا شنو بريميتيف يعني اولي بدائي اساسي اساسي مش اساسي بريميتيف اولوي مش اولوي بريميتيف سي با اولوي سي با نو وراهم لي وراهم صحاب فرنسا وراهم وراكم انا الالمان واحد قاعد ضروري مستوي ديال اللغه بريميتيف ربما ممكن نقولوها اون انجلش بالك بالك تكتب بريميتيف ترجمه بالعربيه تخرج لك والله غير باش ما ندوخوش يصادنا بزاف معليش انتم كملوا وانا نشوف سمحوا دقيقه قاسي عبد السعيدوني قال لك لا العنف في بلادنا وسيلة باش تدي حقها لأن ما فيهاش العدالة.
هذا العنف ماشي الغضب، هذا على العنف. العنف وحده معليش يتشبه له شويه معليش يا حسان. منير منير مازال ما هضرش رابع على بالك تقلق. خلي خلي منير تفضل منير. لا لا تفضل. لا لا رابح تفضل خويا راني منير كفايتني فايتني بشهور يعني بشهور. تفضل تفضل خويا رابح نورمال حبيبي. لا معليش بارك الله فيك. لا حبيت بك نشرح الانواع الاربعه. بونسوار نوال. بونسوار نوال سافا هاي كارك قلت لك نشرحه باختصار الانواع الاربعه اللي ذكرتهم. العدواني هو اللي ذكروا خويا قدو. العدواني هو الغضب الشديد اللي هذاك اللي انسان يعيش حاله هستيريه يولي كما قال لك يكسر يدير ما يتحكمش في روحه كاع. هذا العدواني هو الغضب الشديد. الغضب المخفي هذاك مخفي المعالم. هذا الانسان اللي يغضب وزعف بصح كاظم من الغيظ شغل خباه في قلبه. هذاك واعر هذاك اللي واعر. نعم ما بينوش هذاك اللي واعر هذاك يقدر يمرض منه. حتى انا العلماء والاطباء يقولوا هذا مع السن يمرض انسان ما يخرج غضب كما قلت لازم واحد اكسبيريميتو يمرض. والثالث هو الداخلي هو تقريبا النفس الداخلي. والحاسم كما قلت الحاسم هو الانسان اللي يتحكم في الغضب تاعه. وهذه النقطه اللي حاب نوصلوا فيها اللي قالها اخويا محمد تاع الرياضه. شوف الناس الرياضيين تلقاه كالم يقول لك إلي كالم إلي فريمون ان سبورتيف ما يتقلقش. علاه؟ لانه هو اصلا كما كان يشرح خويا قدور هذيك الادريالين اخويا يتحكم فيها يخرجها. اذا ما عندوش سورشارج تاع الادريالين تاعو في الكور تاعو. تسمى واحد اللي ما يديرش رياضه كما نقولوا خامل 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 اي واحد يقلقوا الادريالين تمتم تخدم خدمتها خاطر راهي سورشارج راهي سورشارج. طوندوك اللي يدير الرياضه راهو ينحي الطاقه هذه حتى الاولاد. المشكل ان هذا الغضب يا جماعه نهضروش مين على كاع المستويات حتى في الاولاد. كاين اولاد يعيش فيه صغره غضب عدواني وهذا اللي يخوف. هذا لازم له معالجه نفسانيه ولا لازم له رياضه باش نتفاهموا. انا مانيش اخصائي علم النفس باش نحكي فيهم. انا اخصائي رياضه بتجربتي بمعنى تجربتي درت مع الاولاد وكذا. الاطفال اللي عنده الغضب العدواني وكما يتعالج في صغره ولا يروح يدير رياضه ينحي هذيك الادريالين ويخرج هذيك الامور ترجع له في كبره حاجه خطيره واللي ممكن يقتل واحد ممكن يدير حاجه كاتاستروف. وهذا اللي قلتوا عليه وعليك الناس. وهذا اللي قلتوا عليه انتم يدير الندم بعد يولد الندم. الغضب هذا الشديد الغضب المعادي يولد الندم. نعم. اذا الرياضه علاش تحكم الانسان الرياضي يتحكم في الجسم تاعو يتحكم حتى في الاعصاب تاعو. لان هذيك المرحله اللي الانسان يغضبك فيها الغضب هو عنده هو رد فعل هو كاين فعل ورد فعل طبعا. اذا الغضب الانسان كي يجي يقول احنا ينشعك باللغه الدارجه تاعنا اوتوماتيكمون فعل رد فعل هكذا. تلقى الانسان اللي يتحكم اللي عنده الغضب الحاسم يتحكم في الغضب تاعو يوزنوا صح هو الداخل واقيلا وحيكلاطي بصح يبدا الاخر يبدا يكالمي روحه سواء يتنفس سواء يبدل بلاصه كما قالت الاخت الا كان قاعد يتمد اللي كان واقع. المهم كاين امور كاين حتى الحق الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لازم يروح يتوضا لان الغضب من الشيطان سبحان الله. وجربناها ان انسان كي يغضب بزاف تقول له معليش اروح وجع مع الاخر نقول له اروح اروح نقول له توضا اغسل يديك استغفر الله استغفر الله استغفر استغفر تنفس اشرب شويه دير هكذا شويه ما يتكالما. هذه الحاله اللي هضرها الطبيه اللي هضرها اخويا قدور ونشوفها مليحه يعني حبه. لو كعندنا ناس في الاخصائي تاع علم النفس واخصائيين في الطب هذا تاع الاعصاب يفسرها لنا احسن ويمد لنا شغل حاجه مليحه. اذا في الخلاصه باش ما كيمش طول نخلي خاوتي يهضروا الغضب لازم له كما نقولوا احنا عنده علاج. العلاج تاعو اول علاج واحسن علاج هي الرياضه نقول لك كاع المستويات الكبار والصغار. هذه اللي حبيت نقولها باش ندير بيبيسيتي شويه لعمرنا احنا اصحاب الرياضيين باش يفرحوا ساكن ما يقولش بالما. شكرا الله يسترك خويا رابح شكرا. قدو قدو قال لك هذيك السمعه اللي قلتها قال لك بدائي بدائي بريميلي بدائي بريميتيف ما نعرفش قلت لك ايه انا اشتغلت قال قال السيد قال بدائي بات المخ البدائي هو موجود عند او المخ الحيواني نقدر نسموه لانه موجود حتى عند الحيوان. وكما كنت قلت لكم قبيله حتى الحيوان عنده حاله غضب وبون وشوي يبينها بالصفه تاعو كما حاشاكم شفتوا الكلب كي زعما لاراش تاعو يتزعقوا. نعم فوالا يعني بعد مني عطيت لك سينيال قلني فوالا
نعم شكرا قدو الله يسك. مونير مونير وي خويا السلام عليكم. السلام ورحمه الله واش راكم يا حبايب؟ لاباس بخير الحمد لله. الغضب باش نقول لك خويا حسن الغضب طول صغير بيبي بيبي يكون في عمره عام ولا عامين زعما نقول له تعطي له لي جوي هكذايا ومن بعد تبدا تلعب معاه نحيالو هو يحب هذاك لي جوي هكذايا ومن بعد انت تنحيالو ومن بعد تقول له هاك ومن بعد تنحيالو ومن بعد ويد نيرفا يقول لك راها طول صغير ويغضب. هذه حاجه طبيعيه جميع انسان على وجه الارض سواء يكون طول صغير ولا يكون كبير لا يغضب. باش علاش حنا في الحياه اليوميه تاعنا ما نقدر نتشغل ما باش انا كيفاش نقول لك تكون كارم تاع الصح هاي نقولوا سوا دي زون تايا راح تقضي حاجه في بلديه وراك واضح الامور تاعك راهم واضحين قدامنا وبعد يديروا لك مع عرقالات هكذايا شغل ما يديروش عليك لي بابي. طبيعه الحال تكون فيها رده الفعل وهذيك رده الفعل عباره عن غضب والغضب راه نعم. انواع فيها منها الاهانه بالكلام ولا بالالفاظ ولا يعني بالعنف الجسدي واحد يجي يتبلاك قدامنا يكون فيها رد الفعل مهما تكون يا تكون سبورتيف ولا تكون امام ولا تكون الاخر لاننا يعني بشر برك حنا ندعو برك كما نقولوا حنا ندعو ربي يثبتنا في هذيك اللحظه تاع الغضب. والغضب نزيد نضيف معلومه هو عنده لا كونيكسيون مع القلب الى رومبانكيتو الانسان كيزعف تاع الصح القلب ديالو يولي يخبط 200 شغل يحب يكلاطي تاع الصح هذيك تاع القلب هو العقل يريسيفي العقل يريسيفي المعلومات مي يبعث للقلب القلب هو يبدا يخبط هذيك سي لادرينالين اللي فوالا القلب فوالا تسمى حد يقول عنده مع القلب هي يقول لك كما قلتوا نتوما كاينه حاجه بواسيها الانسان كيكون في حاله غضب زعما سواء تكون زعما نقولوا في قضيه الوراثه ما تفهمتوش في الدار في العائله في الوراثه يزعف الاخر يقول لك انا علاه ديت شويه وانتم ديتو بزاف نعم نعم كان الواحد كيفاش راه انواع تاع الغضب هكذا او هضر عليه او دار له كذا هاي نميمه او قالوا في حوايج ماشي ملاح كذا وما ما فيهاش هذوك الحوايج ومن كاين بزاف انواع الانسان هو في هذيك الحاله يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يتوضا الماء علاش على خاطر قال لك الغضب بيجي من الشيطان من الشيطان نعم. يجري مجرى الدم داخل جسم الانسان كي يتوضا الانسان ولا يشرب الماء على ثلاثه جرعات يولي انتيك وصح كاين واحد اخرى اللي هضرتوها انتم مقبلات اللي هي يتمدى كي يتمدى القلب تاعو يولي مستوي يبدا يهبط في الدقات الانخفاض هذو ومن بعد يبدا يكونيكتي مع الـ مع الـ مع السيرفو ديالو ومن بعد يبدا يحلل في الامور وهذه هي والعلم لله. الاخ قدو الله يسجيك منير الله يسترك على الكلام هذا قدور فهمنا هذيك تاع العفسه تاع هكذا كي يزعف بنادم هذو يطلعوا لا عاودها لنا الله يسجيك شحال من هذه انا جامي اها دونك هذا سيونتيفيك او يحكي سيونتيفيك قدو نعم عاود انا هذه اسمه في هذا اسمه دانيال سيجل لقدر جماعه دوك نعم يبحثوا دانيال سيجل دانيال سيجل اس اي او جي او ال اتون اكتب سيجل سيجل لحظه ربح واش راك ديزولي ما لقيتش انا الحمد لله خويا صالح والله فين يا خويا صالح واش راك بدو ستيلو بروكسيميتي شنو كول ديالك حسن ستيلو توحشك الخير سمح لي يا حبس دقيقه حسن سلام تاع خويا رشيد اهلا بك خويا اهلا الله يسلمك حاجه الموضوع هذا تاع سلام رحمه الله رشيد سمعناك شكرا باغابور اكوا كل مجتمع هذه شابة سيونتيفيك هذه اللي فهمها انا والله شابة قال لك بنادم يكون زعفان
هذا زعما في الراس يوجعك راسك بصح كيف يبداوك زعف يهبط لك للقلب يهبط لك تقول هكذا تطلع تقول قفله سيونتيفيك صالح بيقدر حاجه تفضل صالح تفضل بتفضلك مره صالح مانيش نشوف كاع انا صالح انت ماكش انا تما صالح صالح حب يهضر عنده كونيكسيون شويه عيانه خليه يهضر عنده كونيكسيون شويه عيانه تاع الجزائر بارك الله فيك واش حبيت نقول لكم انا مانيش نشوف فيه ما اكتشفيه على الكونيكسيون في الجزائر انا نشوفك ترى بيان صالح نشوفك صالح انا نشوفك صالح هذا شوفك يا عاجل لي وخرت انا يما المشكل وخلاص فوالا على اسمعوا واش راح نقول لكم كل مجتمع كيفاه يغضب اشعل الكاميرا صالح ما نشوف كاميرا انا ولا كنت تشوف وشعل وشعل يا رجل وشعل وشعل كاميرا ملل عندي غير صالح اللي ماشي باني كاع راه كنت باني البورتوم على بوتي هذيك ما تشوفهاش صالح واش بك شباب ترى تاع ساميزون هذا واش بك لا هذا صالح جامي شتو زعفان في حياتي ملي شفيت له غير يضحك هكذا هذا الانسان هذا هو هذا هو العدو تاع الزعف لك تقدمت له ان شاء الله على في البلاد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله امين الو واش حبيت نقول لكم كل مجتمع والغضب تاعو باغ اكزومبل نتوما جبتوا لي زونغلي مقبله لي زونغلي في الفروال البرد مام لي بيس كونديناف ما عندهمش المشاكل تاعنا سي نورمال كما يغضبوش كيما حنا سي سا لو بروبليم الالجيريان انا بور موا الالجيريان واش صرا واش صالو كاع واش صالو كاع كيسكي لا سوبي ماشي انسان اغريسيف ولا يغضب حتى دوطر سيركونستانس ما نضوش الالجيريان يكون اغريسيف ما يكونش غضب لو كان تعطي له كاع لي كوموديتي تاع لا في تاعو تعطي له خدمه تعطي له سكنه تعطي له كل حاجه في بلاصتها ما نضوش يكون الالجيريان هذا اللي راك تشوف فيه دوك انا اسمع السؤال اللي طرحته قلت احنا يعني عاطينا زمان الصفه باللي احنا الجزائريه احنا سريعين الغضب انا السؤال اذا نطرحه اليوم ان شاء الله معكم اسكو هذه كيف احنا نشوفوها وعلاش نحلوها اسكو باسكو احنا هذا العقل المخ البدائي كما راسمو السافو بريميتيف تاعنا كبير على تاع الاخرين ولكن اسباب واحدة اخرى ما هي ال نظن شوف اخويا قدوس سمح لي حندخل بك كلمه على هذه اللي قالها صالح عنده الحق يقول لك جزائري واش عاش وكذا من هنا نظن هنا شوف احنا اللي عايشين في اوروبا نتلاقاو بزاف هذه الامور يقولون انتم بالالمانيا يقولوا سويدلندا يقولون انتم مناطق السكان الجنوب جنوب اوروبا فهمت يقولون معروفين بالنرفزه ومقلقين فهمت ممكن المناخ يلعب دور ممكن المناخ المجتمع تلعب دور فوالا بصح انا حرت انا كي تشوف صحاب الصحراء هذاك الطريق كالم علينا على حنا تاع الشمال تاع الميديتراني هما يقولوا ميديتراني هما مقلقين والله اعلم ما قدو لازم نديروا عليها بحث لازم نقلبوا عليها هكذا ونسخسيو يعني يقول لك شفت ناس تاع الصحراء على سبيل المثال تماكم امين اهلا بك خويا امين السلام عليكم تلقاهم بزاف كالم على الناس تاع الشمال والله اعلم ما على باليش ممكن اسمح لي يا هنا نجيب شهاده تاع اجتماع عندت الخدمه الوطنيه تاعي في الصحراء في اسمه بالشارع بدله تاع بدله جوستمون كي نروحوا نشرو مثلا الحوانت هذوك روحوا السلام عليكم السلام خويا بعد بالك حنا تاع اسمه خويا عندكم هذيك وغير باقا واه الطبيعه تاثر حتى حنا ولينا اما مودرن نقلدهم كي يقول لي نطلع يقول كي يقولوا لي حاجه اقول لهم والو ما كان كالمهم هذيك ذراعه ويطلعوا برا لونتي يقول لك والو ما كان مكسيكا هذه منيحه بارك الله فيك اسمحوا لي دقيقه برك شكون اللي مازال ما هدرش رشيد مازال ما هدرش السلام عليكم اهلا بك خويا رشيد تفضلنا امين ما هضرش الله يسلمك امين دوك ندخل دوك نشتم نعم رشيد تفضل من فضلك اسمح لنا رانا نهضروا على الغضب باك على باك الغضب واش نقول لك الغضب في الجزائر ولا في المجتمع الجزائري ولا جينيرالمون ولا في لافريك ولا هذه مليحه
كما يقول اصحاب الغرب كما تبغي كما يقول اين هذو اين هذو الزعاف تاع الجزائر تاع الزعاف تاع الجزائر خير الزعاف تاع الجزائر الزعاف تاع الجزائر اولا بعد صلاه وسلام على النبي السلام عليكم حياكم الله وين ما كنتم ثانيا الغضب تاع الجزائري غضب باين بالغضب اللي مصطنع غضب اجتماعي غضب ميزيريه غضب عدم العمل عدم استقرار الكونيكسيون اليوم قاطعينها في البلاد نقول لكم مانيش نكرهكم في البلاد مي راني نحكي الحقيقه اليوم مشطوبين العسكر مشطوبين اللي قلعوا لهم رجليهم وقت الارهاب وتيروا عليهم هذو اليوم داروا احتجاج في بن طلحه قطعوا الكونيكسيون كيش ما تغضبش تمشي ما تلقاش الحليب المدعم كيش ما تغضبش كاين امور كاين امور شغل تراكمات هي اللي خلقت الغضب وسي فري واش راه يقول الشيخ تاع العباطله اللي قال لك الناس تاع العباطله وبشار وبني والنيف هذوك البلايص من تم ناس بوزي كالم ولكن حتى هما وتارو في ورقله تارو في بشار تارو ما بقاش ديك العقليه ديك الطيبه وناس كيما راه يقول الشيخ قام علاش رغيبيناتنا بروبليم راني في 4 مو قلت لك ما لقيتش فاكسان تاع بيبي كيش ما تغضبش صح ما حنا برينا سملاح حنا الجزائريين صح حنا برينا سملاح حنا هما الناس الملاح تاع لو موند شكرا على خاطرش علاش وين يبان الحليم في اثناء الغضب فوالا ها حنا برينا سملاح راكم في اوروبا وشوف كيش تعاملوا نتوما الناس ماشي كيش يعاملوكم اي بيناتنا كان ما نكونوش حنا ناس ملاح ونعاملوه بغايا وبيا يعاملونا غايا نلقاو ديك المثل ما لقاوهاش باينه حنا ناس ملاح حنا فري ناس ملاح جزائريين ولكن شغل ما عرفوش يستغلونا ما عرفوش يكسبونا هذا النظام هذا البوفوار تاعنا ما عرفش يكسبنا صح نلقى الزيت انا بسواصل ب 70,000 وعلى ابواب رمضان داخلين ولا 90,000 وداخلين في رمضان الناس 11% بطالة في الجزائر 11 فيرغيل كذا صح نعم نخلي الاصحابي الاخرين يبغوا يهضروا شكرا نخلي الاصحابي الاخرين ان شاء الله معليش معليش تعقيم شويه على واش قال خونا رشيد اسمه خونا رشيد نعم رشيد نعم رشيد رشيد نعم. رشيد شوفوا والله باش نهضروا برك سبحان الله احنا درنا موضوع رشيد هضر موضوع شغل هذا الانفعال تالو حتى نعرفوا الغضب عنده سبه ما يجيش الغضب من عدم ما كاينش انسان يغضب هكذا شغل شغل مهبول لا ما كاينش اي غضب هو كما نقولوا حاجه خويا انت عندك نفسيه عندك دار عندك دراهم تغضب ما تغضبش عندك دراري عندك وليدات ما تغضبش تمشي للجار تريح كرون باسا ولا لا ستي ولا وتمشي تريح بصح انت ما عندك ما بقى شكاره حليب ما عندكش كيش باغي تولي غايه لا ما عندك كلش تقدر تغضب تغضب يجي ولدك ينشعك تغضب تمتر يقول لك بابا هذيك شريت اودي زدت لي لامبورغيني تغضب لا خويا رشيد والله غير ماشي باش نبقاو في الموضوع باش تعرف بك واش نهضروا واش راك تهضر انت حاجه رانو عايشينها معليش راكو عايشين انتوا في البلاد ونسمعوا بها ايتو مي باش نعرفوا ان الغضب عنده كما فعل ورد فعل هذا رد فعل تاع الشعب الجزائري من كي يغضب قلت حاجه مليحه عجبتني انا نحب نعقب على كلامك من احسن ما تبك ما تقاطعنيش قلت حاجه مليحه ان الشعب الجزائري الشعب بطبعه كاظم الغيظ يعني انسان ما تلعب له على المورال ما يزعفش ما يتقلقش معروفه بالجزائري معروفه بهم صح والجزائري حتى ويزعف عليك ما يشدش الغضب عليك ما يشدش الحقد فهمني بهذا الطبع والله اعلم خلي خاوتنا شكرا انا نقرا كومونتير من بعد الاخ الدور حب يهضر سمحوا لي دوريد وسلم عليكم اهلا بك يا دوريد مقبله رابح قال لك كي واحد يغضب الرياضه هي حاجه المنيحه لبنادم ازاله الغضب تهبط لك الزعاف وكاع سليم عزي راه جاوبك خويا رابح واش قال لك واسمه قال لك ديروا سبور ما تزعفوش روح للبوسطة باش تجيب دراهم رد لي بالخبر تولي تصوتي وحدك تقول كينغ فو هاو سبور ديجا دراهم ما تدخلش قلت ضارب وتصوتي تقول كينغ فو هذا يضحك سالم وحده محمد خليفاتي قال لك العيش في الجزائر معيشه بهذه الظروف كما قال خويا نرار الشراشيد كذلك
بهذه الظروف كفارة عن الذنوب. الأخت الكريمة قالت لك الجزائري بطبعه حنين، بطبعه حنين لكن سريع الغضب. احنا جزائرية حنان صح، تمتم دمهم سخون. شكرا. شيخ سماتي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لشخصه، لا يغضب لشخصه، بل يغضب عندما تنهاك حرمات الله. حرمات، حرمات الله، يعطيك الصحة. آمين. تنهاك حرمات. شكرا الأخ قدر، تفضلوا بعد آمين مورا من فضلكم، اسمحوا لي. شكرا. شوف كما قالوا الجماعة، هو الغضب خاصة عندنا احنا في الجزائر صح وراجع لتراكم الإحباط، هي الكلمة اللي اسمه سي لاكيمولاسيون دي فروستراسيون ان انجليش فروستريشن داكور، تراكم لاكيمولاسيون تاع لا فروستراسيون، هذاك الإحباط ها يدير دوك هذه فوق من الصغر، هذه فوق هذه طبقات تاع اسمه تاع مكرازيين كما يقولوا احنا مكرازيين. اي طبعا هذا الانسان كيف مع تراكم هذا تراكم الاحباط هذا ولا بد ا مومون دوني يولي ينفجر، يولي حاجه بالحاجه خلاص انا ما يعني ما كيما قلت ما عنده ما يخسر تقريبا، كشور في مخه ما وصل لدرجه ما عنده ما يخسر بكل اسف. نعم نعم. واللي مليح باش نظن الرياضه باش الواحد يتعلم يتحكم في ماشي الدوله اسم بيت الانسان يتعلم يتحكم في الاعصاب تاعو، دونك يدير الرياضه. كي يدير الرياضه هذيك في الاعصاب تاعو تكون يوقع توازن ويقدر يتحكم في الاعصاب تاعو. لانك وكيد الرياضه راه تخدم بزاف حوايج الامور تاع الرياضه، لا بالونس تحكم التوازن. نعم ولا كاين كما قالوا لي دركا، قال لك اسمو حنا كشو لا كوكوت مينوت هذيك لا بريسيون تطلع 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 من بعد صافي صفر تبدا تصفر هذيك. ايوا ديجا تصفر الانسان ومن بعد تنفجر. معليش نزيدو ندخلو واحد العام واحد اخر. امين. السلام عليكم. امين. اي حسن. السلام ورحمه الله وبركاته. انت امين، ما تزعفش احكي لنا على الغضب. على نزعف على الوجوه النيره هادو نزعف معاهم. شكرا. شكرا الله يسترك. زعفش علاش انت؟ واش راكم لاباس بخير؟ لاباس الله يهنيك خويا. ميرسي. الحمد لله. الحمد لله. واش نقول لك على الغضب؟ احنا طبع الجزائري كيكم خويا شرحتو ووضحتو انه يزعف بالخف شغل زلاميط ويبرد بالخف. هذه هي. هذا خفيف هذه. شغل زلاميط بالخف يزعف على حاجه ريان ديتو، ودي فوا يزعف على حاجه ريان ديتو يزعف عليها، وشنو ياخذ والانسان اللي يكون يغضب ما ياخذش مواقف. من احسن واحد يكون في حاله غضب كما نقولوا في الطلاق في الامور الحقانيه هذه كما نقولوا في المواقف الصارمه، انسان نعم. كيكون زعفان من احسن ياخذ ما ياخذش هذوك المواقف الصارمه. نعم. حتى يقول لك من في الطلاق يقول لك لازم الانسان كمثال يعني ما يكونش في حاله غضب الانسان. نعم. كيطلق ولا حاجه ما ياخذش عليه الطلاق هذاك، هذه حاجه. وحنا ثاني طبع المناخي كما قال لك الميديتيرانيان تلقى لاكوت ميديتيرانيان خفاف، بالك حنا لي جزائريين خفاف، لي ايطاليان تلقى لي سيسيليان تلقى لي مارسيليان تلقاهم كاع يهضروا بزاف ويحكوا بزاف يحبوا يفرضوا، ماشي كيما صحاب الصحراء كما يقولوا وصحاب المناخ البارد، ما من المناخ البارد كما في القطب في الاقطاب ولا تلقاهم ثاني كي سون كالم سون، هذا هو الطبع تاعنا. شكرا. ونزيد نقول حاجة، يقول لك ليس الشديد بالقوة إنما الشديد الذي يمتلك نفسه عند الغضب. الإنسان الإنسان فوق الصحة يعني ما يتشددش، هذه هي. وتجور الإنسان يولي ربي يستغفر كما قال واحد كان زعفان ينوض ولا كان يكون زعفان يتوضى ولا يستغفر ولا يشرب هذه الامور ثاني هذه من احسن يعني. وكيكون في مصيبه كاع الانسان تجيه كاع مصائب الناس تجيه مصائب، يعني انا نقول توجور يرجع للرب يستغفر مولاه ويرجع لربي، هذه ما كاش ما عندوش مصائب وما عندوش مشاكل. الانسان كيكون في مصيبه وياخذ موقف يقدر يضر، كاين الناس بعد شراو يغضب راح يحرق روحه، كاين اللي راح يرمي روحه يسويسيدي، ما نكونوش كيما اصحاب الغرب. كاين هذاك
نولوا ماديين بزاف ونخمو ما نخموش على امورنا يعني. هذا هو الاستنباط تاعها يعني. الانسان ثاني كي ما يكونش صح نحبوا الماديات نحبوا نعيشوا ما نخبوش على روحنا. بصح الانسان لازم يكون واقعي قد المقدور قد المكان قد البلاصه اللي عايش فيها. لازم يقدر الموقف يقدر الواقع يقدر الملموس يعني يقدر يعرف كيفاش يتاقلم مع مع المجتمع اللي راهو عايش فيه. هذه هي ماشي انت راك عايش في اوروبا عندك مجتمع راقي عندك راك عايش في الجزائر مجتمع ما كاش. حتى هو الانسان ياخذ لازم يتقبل الواقع يعني. الانسان ما يكونش عصبي بزاف يعني. هذيك العصبيه اللي تدي تهلك يعني. كدي فهذيك العصبيه تقدر تدي الحاجات اللي ماهوش ملاح. هذا هو الله يسترك امين الله يسترك شكرا الاخ قدور. اسمح لي دقيقه برك نور الدين مازال ما هدرتش بك نور الدين وبعد قدور يكملنا. نور الدين مازال ما سمعنا صوتك اسمح لنا الاخ قدور تحت بالواضح رشيد هدر شتو دوك يهدر نور الدين مازال ما هدر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا نحكي على نفسي انا ديفان نتنرفا ماشي بتنرفا ديفان زقي بالكلام نطلع شويه كلام الفوق كي نشوف بار اكزومبل نتمشى ونشوف انسان تتحقر وجماعه واقفه قاع تتفرج ولا سواء كان شيخ ولا مراه ولا راجل ولا كيما كان يتحقر والناس جماعه واقفه قدامه ما يدخلوش تما نزعف ونزعف ماشي على الانسان اللي دلنا له نزعف على الجماعه اللي قاعده قاعد تفرج فيه وما قدش انسان كلاه قلبه يترفني عليه يسلكهم ولا اوكي اوكي ويشوفهم يتفرجوا وعاجبهم الحال كما تحكم لي هذيك القلطه ندور على الجماعه هذيك اللي واقفه ندور عليها. هذه عندي حاجه اللي ما كيما نقولوا احنا ما نرضاش بها. وحاجه الزوجه كي تكون تحكي على حاجه فار اكزومبل تحكي على السيجي وتعرفوا انت 100% يكونوا اثنين واحد هو يتنقل معاك يقول لك لا ماشي هكذاك والثاني بحال كيما بتنوفق ديالو يمشي مع هو يشوف فيها بلي باطا ماش صحيحة هذه الحاجة يتنوفق فيها زعفك هذه اوكي هذيك تزعفني فاسكو علاه تزعف على التنوفق ديالو ما عندوش شخصية تاع انسان يجي يتكلم كوريك اللي يشكرك يشكرك لا هو يشوفها بلي يشكرك لا يحاول شي يميلي الاخر باسكو بالك صديق ديالو ولا خوف ديالو انتك تهضر على الشخص نعم على الاشخاص نعم اوكي اشخاص كيف دايرين هذوك الناس اللي ما نبغيهوش في الحياه ديالي الانسان اللي يشوفه منافق وانسان اللي يشوفه يشوف الظل وما يهضرش عليه هذاك الشيء ما نرضاش به. حاجه اخرى انا انسان ديفون عندي صوت نتكلم صح ما نغبطش نتكلم سريع انسان ديفون كي نغبط نروح نتمشى ندير سؤال باص ولا ندير فوتي نعم ولا نتوضا باش نصلي. شكرا الله يسترك خويا نور الدين. سمحوا لي دقيقه الاخ خالد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا بك خويا خالد. شراكم شراكم ولاد الحومه يا توحشناك بزاف بزاف. يتوحشكم الخير خويا صباح. هذا خالد لونيسي اللي كان يلعب عند الحراش خونا حبيبنا راو جا من كندا راو في الحراش فتح اكاديمي كلشي مبروك نفرحوا فيه بزاف بزاف خونا خالد. الله يسلمك. الجزائر راهي فرحانه بك خونا خالد بزاف بزاف. ان شاء الله ان شاء الله خويا بيانتو ان شاء الله نفتحوها ان شاء الله نفتحوها. الله يسهل الله يسلمك. اشعل الكاميرا الله يسترك. راني نحوس عليها ما لقيتهاش ما لقيتها كاع بالدار كلشي بحر. خالد سرقوك في الايروبورت داو الكاميرا عطاوتي بلا كاميرا. اوا خالد سرقو هبلت نتايا سبورتيف جامي تسرقو. الله يا خو انا غير نحوس عليها معليش ما خضر. اوا خالد عباك دخلت انت دوك يتبعك محمد خليفاتي قاك نموت عليه انا خالد. بس نشوف ولا الكاميرا الاخ قدور اخ قدور كان الاخ رشيد دوماج كان ورفد يدوب باش يتكلم نظن بلي معليش هدر دوك يولي رشيد يروح يولي معليش اي داكو صح. هي اللي حبيت نسال انا امين كي زعما قال لك بلي
في هذا حالة الغضب نشوفوها خاصة في الدول تاع في المحيط تاعنا تاع البحر الأبيض المتوسط يعني ميديترانيا وي ميديترانيا بصح مثلا في البلدان الباردة ما نشوفوش هذا الظاهرة. في رأيكم علاش يعني اسكو تقدروا نلقاو شرح لهذا علاش في المجتمع تاعنا هذا تاع في المحيط تاعنا تاع الميديتيراني كاين هذا الحالات الغضب اما في البلدان البارده ما كاش. في رايكم الجو الجو انا رايي على حسب تاقلم يعني على حسب الجسم والمناخ تاع يعني المناخ الجوي دي فوا احنا شوف نعطيك مثال كما احنا في الميديتيراني دي فوا الشتاء دي فوا القانا دي فوا الربيع دي فوا البرد كما التاقلم الجوي هذاك راهو يتبدل شاك فوا راهو يتبدل. انا رايي يعني هذا تاع كي تروح تشوف الصحراء راه مناخ ديريكت مناخ سخون ولا كي تروح للقطب الجنوبي ولا الاماكن البارده مناخ بارد يعني ماهوش متغير متغير المناخ يعني انا رايي نفسي نفسي انا عندي راي انا عندي شرح انا عندي فكره في شرح ولك شي اخر عنده ثانيك الاخ الدور اسمح لي دقيقه خالد وي الله يسجيك لو سوجي تاع اليوم لا كولير علاه حنا نزعفوا تمتم لي زالجيريا واش من السبب واش حاجه اللي ردتنا نزعفوا تمتم ونحاولوا ديال الحلول حنا ديال لا فورس تاعنا اوني امبولسيف حنا لي زالجيريان تمتم نزعفوا وتمتم كيما يقولوا نتقابحوا فهمت اها نعم باسكو جو سي با بوتات كو لو ستريس ولا تربينا بهذه العقليه ولا فريمون جو سي با بالك لو مود في تاعنا عشنا هكذا وي سي سا جينيرالمون سي لا فرستراسيون لا فرستراسيون فوالا مي بوركوا اون اي توجور فرستري بس ديبي نوتر انفونس اون ا بلان دو اون اكيمولاسيون دو فرستراسيون كونا ريح اقعد ما عندكش الهضره ما عندك ما تفهم دير هذيك ما كاش هذيك حبيت تاكل هذيك ما كاش تو خاص تربينا بها وديك سي خدور وديك انا خويا قدور انا ظنيت انا ظنيت بالحروب الجزائريه بالحروب ديك ثاني ديك باسكو الجزائر معروفه ملي خلقت الجزائر هي في الحروب ملي بدات بالرومان من العثمانيين من الاستعمار الفرنساوي ديما راهم في دون لي نير صافي راهم ديما في الحروب ملي بدات الجزائر خلقوا الجزائر. شوف انا بالنسبه للسؤال اللي طرحته على الاخ امين يعني قلت علاش في البلدان هذه تاعنا تاع البحر الابيض المتوسط كاين يعني كاين هذه نظن انا ربما ندير انا اون هيبوتيز اقتراح انا نظن بلي شوف كما في البلدان في الاماكن اللي سخونه كما في الصحراء الناس ما يتلاقاوش بزاف لان ما يخرجوش بزاف ما كاش الناس ما تخلطوش بزاف او قال كاميرا او قال جبتها من بولوغين هذه منيحه وشابه هاي لا بولوغين ولا في الاماكن البارده ثانيك نظن بلي ثانيك حسن ربما راه عايش في اسكتلندا انا جامي شفت لي زونجليز زعفوا جامي شفت انجليزي زعف مازال ما شفتهاش انا الناس ما يتلاقاوش بزاف نعم سي حسن سي حنا في الشارع تاعنا ديما الغليان صح مول ما نعرف هذه اطروحه دونك نعم. كاين الناس يتلاقاو بزاف دونك كاين لا ماس اسمح لي شو صار انا فور مع الكليمه باسكو انا لعبت السعوديه تال مسخونه مي عمري ما شفت عباد باردين كيما السعوديين قسما بالله عرفتها جامي في حياتي شفت عباد باردين كيما السعوديين لا لا نقول لك حاجه فار اكزوم تهضر معاهم تتقلق معاهم هو ما يهضرش كاع معاك ما يقيمكش كاع صح لا خليك تهلي خليك خالد ما يفهمكش العربيه تاع الجزائري ما يفهمكش باقي خالد لا ماذا تتعلم تهضر معاهم باللهجه تاعهم شو تاع المصريين باسكو هما جينيرالمون يخدموا معاهم كاع المصريين ما في لي كلوب كي المدرب كي الطبيب كي اسطوانير شوفور كاع مصريين تولي تهضر معاهم شغل مصريين بالعربيه الفصحى فهمت حتى تحتم عليك تهضر معاهم
صح هما دوريجين على بالهم بلي حنا الجزائريين متنازلين بالخبز متنازل هما يمشوا مع باردين والله العظيم غادي تقول عايشين ماشي في الانجليز ولا عايشين في الروس بورتو عندهم سخانه على بالك سي قدور حبيت حاجه بك نضيفها على الجلاله كما كنت تهضروا عباك كما قال الاخر واش عشنا بكري عباك شوف المجتمع الجزائري تقريبا تاع الصحراء ما تهضرش عليهم باسكو بكري عندهم لي تساع حنا اللي ساكنين في العاصمه سوتو المناطق كما نقولوا لي غرون فيها بزاف بوبيلاسيون الضيق وكي تروح زعما دير رونديفو حاجه سيركيلاسيون هادي تلعب عباك على المراد تحك الدار تعبان دوك واحد غير يعبزك هذا شغل تستنى غير الزرامي باش تشعل راك فاهم تزاير شوف لونكومبرمون تهبط بالعكنون لسا ميزون تضرب زوج سوايع ونص تكبر تروح تيزي وزو هادي تروح تيزي وزو شغل راك رايح مع بشوين تحكم طياره لمارسي تولي وتيزي وزو ما لحقتش بار اكزومبل باراج منا هذيك لعبه على الشعب الجزائري ولي مقلق بزاف وحاجه وحده اخرى نقول لكم عليها قد ضحكوا حنا بكري كنا صغار انا كنت نطري بكري تطلع الدار ما كاينش الماء نهضروا الساعه الاولاد اللي يدين احنا ولا لا تطلع بعد نهبطوا نعمروا بتاتا باش نسخن باش ندوش اكتيفوا هاي ما بتخرج في الباسينه تربينا في لاميزير كاع قال لي زازيري يعني فكرك في ايام سنه العجاف فهمت كيما تخمم شوف لوروب لاميزير انا كان واحد يخدم معايا كان اسمع قدور كان واحد يخدم معايا يجيب الفيلو كان واقف واحد شوف صيف شتاء وكبير في العمر تلجي يصب مع باش يجي بالفيلو ما عندوش كاع بروبليم يلحق الفيلو تاعو ينحي حوايج تاع السيكليست يدوش يلبس حوايج تاع نقيين كي يكمل الخدمه كيف يعاود يدوش يلبس حوايجه ويروح لدارو شغل ما من الماء يكالمي علاش يقول لك الماء يمد شو كي تكون ستريسي برك ادخل البحر اغزف البحر تتكالم كي تكون ستريسي هكذا ولا درت اونطرينمون تعبت فيزيكمون اي تو تدخل في ان بتي باسان هذا تياد ولا يكون الماء حاجه تاع ماء تتكالم حتى شغل كيما قلت ولا الدريانين تهبط وحدها والله اعلم انا ضربت خيال وشعشتها باش نجاوب الاخ رابح جوستومون قال لك واحد الجيريا شافوه قدام البحر قاعد هاك ومقابل البحر قال لك لا واحد هذا الجيريا ربما راه يفكر عنده فكره راه جبت له فكره جديد راح سقساوه قالوا له يعني ما شاء الله تاع الجزائري دابيتود تبنى بنين تحرك تاع راك كالم راك تفكر البحر قالوا اعطينا النتيجه تاع التفكير تاعك النتيجه تاع التفكير تاعي قالوا لي نفكر لو كان هذه جات شربه شحال كتاها من باقيطه هذا وعده هذا شو كاين واحد كاين عفشه واحد اخرى ثاني خالد حبيت نسقسيك الله يسجيك حسن فراك ماناجي الزعف تاعك مع الدراري اللي راك تدرب فيهم في الجزائر ولا في كندا؟ في كندا قبل خلينا تزير باينه وعارف سي باينه لا نشوف فيك على بيها والله غير سير لا ميم شوز يكذب عليك الدراري في كندا سون بلو كالم باسكو متربيين وحدهم في ديارهم هو خوه ولا هو اخته ما يخرجوش برا يلعبوا بزاف ما بيناتهم موافين القرايه منظمين يعني منظمين بارابور لينا بصح عندهم كاع لي مويان ايزون تو لي مويان باش يجي من المسيد يدخل للدار يريفيزي ويلعب ويروح يدير سبور تاعو وعندهم لي لوازير اوسي هما تانيك عندهم لي لوازير لي زاجيريان مساكن اون جينيرال حنا تربينا كاع زواليه تربينا كاع في اف 2 اف 3 تسعه خاوه بنات ودراري نرقدوا كاع في الصالون الضيق قالوا اوبليجي وك الوالديك يبعدوك تروح تلعب برا باش تخرج حتى شويه مع من مع الدراري كاع الدراري حطوا يلعبوا وكنا حطوا يلعبوا كاع يا نلعبوا لي بوس يا بالحجر يا التربولات غير حاجه اللي غير حاجه اللي خارجه كيما يقول لك عن التربيه مي معليش مي دركا اكتيرمون دركا غالط على خويا هذاك اللعب هذاك سيتي بينيفيك على اللعب اليوم يلعبوه دوك وي انا نسمع وي دوك صديق انا نقول لك كيفاش كنا بكري دوك لا ديفيرونس دوك راه غير بالانترنت اكسيتيرا قبل هذوك قال لك كانوا يديجاجيو خير الدراري هذاك الوقت سي بوسيبل
انا خدي ما غديتلكش غادي فيهم انا قلت لك بكري على قال لي علاه كان بين دراري تاع الجزائر والدراري تاع كندا كندا سون بلو كالم بارابور تاعو على الجزائر تاعو هنا في الجزائر غير يجي داير صغار والف ويدخلوا غير يدخلوا يبداو يلعبوا يتيري يطبع يلعب مع صاحبو يلعب تشيلا هذه في البروجي ما تشوفش طفل يلعب تشيلا ويطبع صاحبو صرار وين نشوفها فهمت نعم صرار دوكا قول لي كيفاش يديغاجيو دراري الاخر تاعهم هذيك لافوق وهذيك كل واحد كيفاش يديغاجيها اه انا جو تخوب تاعنا ما عنديش مشكل مع الدراري لا فيريتي باسكو انا عمري ما نطرين دراري هنا في لاجيس ما نطرينتهمش في كندا وي نطرينتهم بصح نشوف الدراري هنا تاعنا كيما بار اكزومبل انا نعطيك اكزومبل دو ريان ديتو اليوم كنت نفطر انا ومزياني خو كادر مزياني محمد محمد نعم اه محمد نعم جاو زوج دراري زوالي حبوا ياكلوا خلصت لهم دو ساندويتش قلت لهم تاكلوه داخل ريستورون ولا تاكلوه برا قالوا لي ناكل زوالية قالوا لي ناكلوه هنا داخل ريستورون قلت لهم ريحوا جابوا لهم ساندويتش وجابوا لهم الكازوز وبو دو دي مينيت الكازوز هذا كاع طاح الطابله تقلبت وداروا المشاكل للمور ريستورون ايه باش تعرف بلي الدراري تاوعنا تانيك شويه مفرفشين مقلقين ايه هذا ريستورو بالماكله برك الو في الفوتبول دراري يطابعوا ما بيناتهم انا شفناهم في الكلوب ما في الكلوب بيناتهم ساعات يدوسوا ساعات يصرخوا مع بعضهم فهمت نعم نعم كاين ان ديفيرونس مي لا غالب كيما قلت سي بوكو بلوس يا حليل خالد الله يعطيك الصحة ميرسي يا قدر اسمح لنا العفو قلت لك كما باش نكمل واش يقول الاخ خالد باسكو شوف حنا الدراري في الجزائر هذوك مساكن في لابليبار معظمهم يعرفوا الحرمان اما الدراري في كندا كما تسموه هذاك دونك ما عندهمش هذيك الاحباط هذيك لا فروستراسيون فهمت من صغرهم اللي عليها عندهم اقل دونك على ذيك ما يسون شبعان الى غير ذلك دونك يسون بلو كالم وحنا تاعنا مساكن حرمان على حرمان ميم تجي ذاك الوقت الطحنة باش كله ما تذكرنا حاجه تبان لك غير طبيعيه يا البداوي كانوا عندو لي بات احنا ما عندناش كاع واسمك منير ميرسي مسي قدوره منير تفضل خويا اسمح لنا حتى كيما قلت لكم البيت انا شوي كونتر اللي يقول لك زعما بار اكزومبل الكور هادو اللي زعفوا وحنا زعفوا بزاف وعلى حسب دير لي الميكرو دير لي الميكرو قرب لي الميكرو من فضلك هكذاك سمع فيا طري بيان انا قلت لك جي شوي كونتر هادو اللي يقولوا باللي الكور هادو زعما ما يزعفوش ولا كش عارف هكذايا باش علاش كنروحوا نديروا لها تحليل هكذا تحليل علمي حنا ربي خلقنا كبنو ادم ما راناش ملائكه ما راناش قدامنا نزعفوا صح هذاك الكاوري ولا الانجليزي ولا الفرنسي عنده شغل كيما نقولوا لي ليميت تاعو في الزعاف واش علاش هو ملي ناض لقى كلش في مطبله سواء في المناخ الدراسي ولا المناخ الاجتماعي ولا الاخر لي كاين عفايس وين يزعف فيهم نعطيك مثال زعما نقولوا انت عندك كلش ولا انت تكون سلطان ولا كيما تحب تكون تروح للدار دير فيها فطور تخرج تلقى الطوموبيل تاعك عزيزه عليك مخبشه جا واحد خبشها لك تزعف ولا ما تزعفش اعطينا صحه سنا حب يقول الزعاف داخل جسم الانسان يكون مهما يكون قاوري شنو كيما يحب يكون الله سبحانه وتعالى هو خطو لنا هنايا في القلب مع هذيك الاندرينين اللي هضرت عليها مقبلات يعطيك صح اذا الانسان ما غضبش عرف اللي عنده خلل في الجسم تاعو لازم يروح يشوف طبيب هذه هي مليحه والله مليحه الله يشكرك محمد خليفاتي ما الله يعطيك الصحه انا نولي اسمح لي حسن نولي اللي كنت قلت لي لي زونغلي ما يتنرفوش لي زونغلي انا رماركيتهم في لاكوب دي مونس كي لعبوا الكره لي زونغلي هما اللي صعاب في اوروبا
راهم جاو من هنا البرزيكا هذوك ماشي لي زونغلي هذوك لي هوليغانز هذوك لي هوليغانز هذوك اللي يشربوا يروحوا يضربوا هذوك حاجه داروا لا كوب دوروب هنا في اورا في بلجيكا هولندا داروا كوب دوروب في كلاب كانت القهوه هكا الناس اللي باش يشربوا في ليبيا جاو لي زونغلي دخلوا القهوه شربوا شويه بيرات عاشوا كسروا كاع على القهوه كاع كسروا لك ماشي غضب خرجوا لهم الارمي اللي خرجوا لهم لك ماشي غضب هذاك لا غضب باسكو خسروا في الكره لا هذاك هبال هذاك هبال نعم هذاك دوري جن هبال هذاك ولد عمو ولد عمو والله العظيم ولد عمو ميرسي ميرسي نوردين الله يسلطك محمد خليفات يطلع الله يسجيك قال لك اخويا خالد دروح شدنا الفريق تاعنا الله يسجيك صالح بيهضر صالح بتهضر ولا توحشني ما كتقصر معايا الفريق ما خلاونيش نهضر حقروني ماهوش باش يشوف فيك حسن ماهوش يشوف فيك صالح راك في زيب صالح راك لابس طاقية الاخفاء والله والله ماني نشوف في صالح لابس طاقية الاخفاء سامعك الحضر تفضل تفضل صالح تفضل من حياتك لابوتي هذيك طراطي من حياتك لما تشوف فيها انا يا راح فيها كاع انا حبيبي اسمع انا من اول مغلق لنا لي صال ما كان لا ديك اللي يجيبك ربح حبيت نقول لهم تفضل حبيت نقول لهم كاين واحد العفسه تصرا في بلادنا غياب القانون ثاني كيرجعك مزمر كاع فهم انا على لا دانيير فوا حبيت نستاسيوني ما صبتش نستاسيوني استاسيونيت في تورنا جا لي جوندار قال لي انتردي وي ايفيكتيفمون انتردي بصح مورايا ب10 مترات واحد واش داير داير زوج حدايين وسناسل كانت واحد البلاصه تاع 5 مترات وقلت له هذاك على ما تهضرش مع شي انتردي ثاني قال لي كيما انتردي كيف تولي قانون دوك نقول لك فلورا واحد كان زعما يجي يظلمك ولا الحاجه الاولى الاوروبيان واش يدير يرفد التليفون يعيط لابوليس حنا نحبو نديرو القانون بيدينا لخطر القانون ما كاش البوليس اللي تعيط له ما يجيش يخاف على روحه انت تحب دير القانون بيدك الو لازم تزعف لازم تبين هذيك لاراج ديالك لخطر اللي راه جاي هذاك وحاب يحقرك وحاب يسرقك وحاب داول ولا بوليس ما كاش الشرطه ما كاش لي جوندار ما كاش حتى تدخل باش يجو تان بروبليم ثاني العداله ما كاش كونت لا جوستيس ما كاش ثاني راه يديقا صح هادو كاع سي دي فاكتور على بيها ما تقدرش تكومباري مع لوروب لو كان كاين هنا كل جوست ما نضمنش لا جينيرال في الكومبورتمون تاعو يكون هكذا امبوسيبل صالح نحب نضيف وينقص الغضب العدواني اللي هضرنا به مع الاول الغضب العدواني هو اللي قلنا من قبل اللي يؤدي الى لا يحمد عقبه يقدر واحد يقتل وكذا الناس كي تعرف باللي كاين قانون عباك شغل يقدر يحبس الغضب تاعو ما يروحش بعيد معاه يزعف يعيط معاه كذا بصح ما يبداش يخبط كما يسمى العدواني الغضب هذاك اكستريم تاع الغضب الزعاف تاع اكستريم هذا اللي كنا احنا شغل فصلناه الغضب نعم تفضل تسامح لربح انت يجي وجارك ولا زعما يحب يظلمك تبت تولي للدار عندك هذاك النيميرو هذاك تعيط ما انا ما دخلنيش كاين القانون يفريها بينات احنا ما كاش قانون ما كاش لا جوستيس تاع عادل نقول بروبليم كاين بصح يطبق ماشي على الجميع يطبق على بعض برك الزوالي مسكين هو اللي يخلص على الزوالي هو اللي يخلص فوالا سي حسن نعم بدي صديق ردب عنده رابطة بالتربية بروفيسور قدور الجواب ديالك ما سمعتش شكون اللي امين او يسقسي فيك مالك السلام عليكم كريم سمحوا لي كريم مالك السلام عليكم واش راكم حبايب اهلا بك اسكو فيها انا نسمعوا نعم تكلم امين اسكو الغضب عنده علاقه بتربيه الاطفال اسكو عنده علاقه بالاخلاق اسكو عنده علاقه بال اسكو عنده علاقه بالتربيه يعني سؤال شباب دقيقة قدور انا حبيت نقولها لك قبل ما نروح باسكو انا خدام غدوه معليش نحاها لي امين من فمي اسمح لي
قدور يا حبادة انا حيتالي سيدتها انا حيتالي ديرك يا حبادة وكون في هذا الغضب ما نحبسوش هنا الموضوع كمان نبرونجي شويه نديروا الغضب عند الاطفال وكيف تحكم فيه باسكو اذا نقدروا نبريباري حوايج ملاح وكيفاش تتعامل مع وليدك كي يكون في حاله هيستيريا وغضب باسكو يبقى يا ديزاج طفل تاع 1 اون جوسكا 2 اون ممكن احنا يستفادوا ولاد حومتنا والناس اللي راهم يتبعوا فينا من الخبره تاع واحد زعما ربى دراري من قبل ويعرف يتعامل معاهم ونجيبوا لكن ثاني حباده لو يكونوا اخصائيين في علم النفس ثاني يدخلوا معنا ويشرحوا لنا كيفاش ممكن تعامل مع الطفل وهذا اسم هذا الموضوع زيدوا نطولوا فيه ماشي نديروا فيه نهار نحبسوا زيدوا نطولوا فيه نديروه غدوه ولا ويكاند ثاني ان شاء الله نعم نعم باسكو عباك واش قال امين حاجه مهمه بزاف الناس عندهم مشكله مع اولادهم اللي قلت لك طفل اللي تربى على هذاك الزعاف ويكسر ويخبط هكذا بعد بالمستقبل يولي عدواني وهذه احنا ما نبناش بها فهمت وي حتى علاش احنا نقول لهم يروحوا يديروا الرياضه الطفل اللي عنده هكذايا وانا دربوا عندي جور كيما هذا اطفال بالوقت ست عام الاول كاين يطول كاين يتمتم يتضابطه كاين يطول وكاين يتمتم يولي لاباس به يحكم بلاصتو خاصينو كون ما ديروش من دوك يولي عبسه واحده اخرى كيكبر يولي حاجه كبيره كومبلكس يولي له كومبلكس يولي عدواني يولي عدواني بهذا المعنى يولي عدواني نعم. والله اعلم رابح الله يسترك رابح بارك الله فيك عليكم كاع خويا خالد خويا صالح سلام اخويا غدوه ان شاء الله خويا رابح نازل في امان السلام عليكم كريم مازي كريم راني هنا خويا حسن راني هنا مالك وكريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله روح حبيبنا خالد راه معنا اليوم مسكين جاني حيلا خاطرو لنا نحكوا له على الغضب لا راني ولفت راني ولفت هي عندي شهر ملي حبط لاجيري راني جريت اكثر من 5 شهور باش نفريش كوارط ما فريدهمش الله يستر ربي معاك ان شاء الله يكون معاك خويا خالد ان شاء الله ان شاء الله من الحمد لله كان فاميليا كان رجال كان ولاد فاميليا لا فريتي الحمد لله رانا فرحان بزاف عليك خويا خالد بزاف لالجيري كاع فرحانه بك واش كدير الله يسلمك البارح بعثوا لي لي فيديو هذوك ديال سبوت اكاديمي تاع اسبانيا اها فتحوها البارح في مصر عبنا فتحوا بخير ثاني نروح السلام عليكم سلام راحوا لي زيسبانيون فتحوها تماك وبعثوا لي مقبلات الفيديو تاعهم يعني جازت ما شاء الله حنا ثاني دوك نستناو ان شاء الله يفتحوا لي زايروبور يجوا ثاني يديروا الاف سي تحتهم هنا في الجزائر ثانيك مع لونسيان جوار هذا دافيد سيفا سيت جوار تاع ريال دو مدريد لونسيان جوار ان شاء الله باذن الله يعني افونسيت بزاف يعني بتات دون 10 جور ولا نبدا ندير لي زانسكريبسيون و جو في كومونسي لو طون لي يفتحوا لي زايروبور لي يجوا لي اسبانيول هذوك يديروا لوفرتور هنايا وخلاص بون كوراج خويا خالد بون كوراج الله يوفقك الله يسترك هاي هاي واش حاب نسمع انا كي قال كيفتحوا لي زايروبور ثانك يو لونيسيو شحال تفرح هذه الهضره انا في الحبس فتحوا علينا وي ماشي سهله صح ماشي سهله والله العظيم يا اخي عيبه بزاف عيبه انا والله سي لا بروميير فوا وين ضربت يعني عام وهكذاك وتقلقت مزيان جيت وي الو ايماجيني لا مضربين 10 سنين 5 سنين والله صعيبه ماشي سهله يا اللي راهم في لاروم هذه كاع راهم بلوكين كاع راهم في الخارج خويا غير امين انا معك خالد انا معك خلاص روتور نقول له انا وياك نحكموا اليوم من فول كمل عليها رمضان وخلاص حبيت بك سقسي لونيسي واش بيه بالحراش هذا ما كاش لي ريزلتا خالد واش راه صاير الحراش يزون في ركن جابوا الدوار كان لي ملع كان يكبر في السن وما كانوش يلعبوا وكان دي جون وسي دي جوار مويا الحراش لاطاك هاد العام ما كانش سي لا بلو موفيز اتاك من هاد كسبت الحراش هاد العام يعني كيف لعبت لي ماتش المارك دو بيت ولا تروا بيت تكري في 90 مينوت اون او دو اوكازيون سي بو يقولك لعبوا لاكسيسيون رامي غلطوا في روحهم صبروا دي طون خويا
سا برون دي طون باسكو عندنا غير دراك ودراك على بالك كبر اكزاكتومون ما يجي يدير والو سيتو كيكون وحده الا ما عندوش جوار معاه اللي يعرفوا يلعبوا الفوتبول بو يافر او ماكسيزو هاد العام مانيش نشوف فيها انايا لا فيريتي يا ماشي في فيها الشامبيونات دي صغيره الله يخليك الشامبيونات دي صغيره عندك دون 2 3 ماتش ولا 4 ماتش خاصه لي لو بريمير لو كان يهرب عليك غير سي بوين سي ديفيسيل باش تجيبو ما غير سي دي ماتش دو 3 بوين مي سي ديفيسيل باش تجيبو باسكو الشامبيونات صغيره خالد الله يسترك ميرسي سمحوا لي بك باش ما نخرجوش على السوجي مالك واش تحكي واش تقول مع الغاضب الغاضب من فضلك مالك السلام صح شيخ ما نكذبش عليك انا راني نسمع خير نسمع انا نولي نروح خير نسمع خير لا بارك الله فيك هكذا طريبيا كاين غاضب ديجا انا اللي غاضب باردون وي سي فري سي فري كريم كريم بعد انا نجاوب على الامين كريم غادي كريم كريم ماشي مشكل روح اخويا كاديا لا 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 معليش انا هدرت حتى انا نحس روحي ثرثار كريم عطينا على الغاضب الله يسترك غادي غادي انا نعطيك الغاضب الغاضب ستو حنا لو بوبل ارجين خاصه يعني ندافعوا بزاف نعم عباك الغاضب يأديك لحاجه اللي ممكن تندم عليها طول حياتك والغضب على بالكم من الشيطان لازم واحد كما يقولوا يثينك بيفور اي اكت خمم قبل ما يدير دي شوز دي اكسون اللي يندم عليها هذه هي شنو واش هذه هي لا ديفينيسيون تاعو الله يكون في العون لي زاجيا صايمين ويضربوا انا حبك نزيد نضيف نقطه الغضب حنا درك كي كنا نهضروا عليه بيه موضوع ما شاء الله عرفناه وقلنا واش حاب يقول الغاضب هذايا صح مليح ثاليك ممكن نزيدو نسويفي سمعتي الصوت نهضروا على لي زومبريكس تاع الغاضب خاطر الغاضب يخلي اثار وكاين في لي زومبريكس تاع الغاضب راه موضوع مليح ثانيك وكيفيه التحكم يعني العلاج في الغاضب راه موضوع ثانيك مليح سمح بقول له موضوع كبير بالبزاف فاست وي وي لي لي زومبريت لي يخليهم الغاضب على بالك حاجه الاولانيه لا طونسيون ارتفاع ضغط الدم واسمو ديابات الامراض الجلديه للسير للسير فوالا القلب القلب السكته القلبيه فوالا هادو لي لي زومبريت لي يخليهم الطرق كيفاش يعني الانسان شيخ سماتي الطبيب بوني الله يسجيك دقيقه شيخ سماتي كيما هنا في لونجلتير كيما هنا في لونجلتير عندهم سمعت بها حسن طفي الصوم ثم بعد عاود شعلوا شيخ سماتي من فضلك طفي الصوم تاعي الفوليوم فوليوم تاعك فوليوم طفي شوف كيما هنا في لونجلتير كيما قلت لك حسن عندهم لهنا كورس يعني دراسه دقيقه الانسان اللي يكون سريع الغضب قدامنا انجر مانجمنت يقولوا له انجر مانجمنت ربي يحفظك يا حسن نعم نعم يضحوا يقرروهم كيفاش يكونترولي الانسان حياته حسن نعم امين حبيت نطرح سؤال برك شيخ قادر برك حبيت نزيد نطرح سؤال ثاني نعم اتون جابك على الاول من بعد طرح ثاني اسئله او ميم طون علاش حنا علاش في رمضان حنا مندافعين ونغضبوا بالخف علاش هذا علاش نزعفوا في رمضان وندافعوا القلم مقلقين بزاف في رمضان علاش هذا السؤال يعني اسكو قالها نعم قالها مقبل سيونتيفيك قالها مقبل قدو شكرا شوف فبالنسبه للسؤال الاول اسكو الغضب تمام متعلق بالتربيه ولا بالاخلاق اللي خدها لك هي شوف حنا يعلمونا في اسمه زعما في لابسيكولوجي تاع لونفون فهمت لا بسيكولوجي تاع لونفون يقول لك اتونسيون الطفل كيما يكون صغير داكور عنده غضب غضب اسمه سي اون فوس اون فوس كولير غضب شبه ماشي حقيقي علاش الطفل يحب يحصل على شحال من حاجه
وباش يحصل عليها يدير روحو بلي راه في حالة غضب ونرفي ويعني هو كل حاجة اسمه هذه البسيكولوجيا دير فيها هذه حنايا مثلا في حنا نربو دراري هذيك يقول لك بالا هذاك يفهمونا فيها اتونسيون هذيك دري كيكون صغير عنده هذيك لا فوس كولير باش يقعك باش تايا زعما مصطنع مصطنع ايه مصطنع ايوه بارك الله فيك شيخ مصطنع باش انتيا ايوه ايه ارتيفيسيال باش انتيا تسد ا سا دوموند انا باش لما واحد حاجه وزعما يروحوا يطيحوا من نيرفي ويكسر الى خ ذلك هو كلشي مصطنع هذاك لازم تدير له حد يقول له مثلا وكان انت دير له حد يقول له نو سي نو والدليل على ذلك هذاك الطفل وكان مثلا نتايا يبحثوه دارهم مثلا في مثلا في الرياضه ولا حاجه وكاين قوانين دوك المدرب يدير قوانين باللي القانون الاول القانون الثاني الثالث الى وهذيك القوانين يستوعبها ويفهمها ما يديرش هذيك لا كوميدي هذيك اللي دارها مع والديه ما عاودش يخرجها لان راه كاين قوانين ومع الناس مع ناس ما شو بالنسبه لي هو اجنبيين ما خرجهاش دونك كان هذيك سي دو لا كوميدي اما هو المشكل تاع البار طبعا تاع الغضب ثاني متعلق بالتربيه تاع بكل اسف كاين تربيه تاع الوالدين تاع في الدار تربيه زي يعني تعلموا حوايج بصح في المجتمع برا يقدر حتى في المدرسه يقدر بكل اسف ثاني يعني يتاثر بالاطفال الاخرين وبال كاع يعني بال المحيط تاعو ثاني يقدر دونك اذا كان ما حتى ولو الوالدين عطاو تربيه المحيط تاعو يقدر ياثر على ديك التربيه ويبدلها ويجعلو ثاني يكون في حاله غضب كما يصير الاطفال الاخرين هو يقدر يستعملها سلاح شغل هو كل كيكون صغير يستعمل الغضب كسلاح باش خاو اختبار باش يكسب واش يحوس عليه من الحوس نعم ودوزيام كيسيون قدم سي قدور وي عطا فكرني في رمضان في وقت رمضان بنادم يتقلق علاش مقلقين في رمضان حنايا علاش مقلقين قدور احكي لنا ديك لا فاسون تاعك الله يسيون فيك هذاك ايه داكور هذاك باش تشوفوه تقدروا تبحثوا عليه فوالا اسكرت بان لكم اتان جيسي دو فوار لا كاميرا سيغال لها دانيال سيغال لها دانيال سيغال وي سيغال ياها فوالا هذا دوك سيت ان نورو بسيكياتر امريكي لساتو عايش مازال عايش دوك هو اللي متخصص ودار كتب ودار مقالات وراه معروف هاد الجوافع تاع معروف هذا عند بسيكولوج هو زعما مرجعيه تاع هذا الميدان دونك هو زعما قال لهم السيرفو تاعنا السيرفو داك المخ تاعنا متكون يعني هو داروا على صفه تاع اليد هذا لافون بغا العمود الفقري وي العمود الفقري كولون فيرتيبرال وي ايوا لو بوس بليي هو le cerveau primitif المخ البدائي هذا المخ البدائي زعما primitif في زعما تاع الانستا هي قلناها قبيله اتان انا مركيتها الغريزه ايوا تاع الغريزه اذا هو المتعلق مثلا بالاكل بالجوع بالفهم هو يتربى فيه القلق هذا في هذا لو cerveau primitif يتربى القلق هذا العصبيه الى اخر ذلك تتربى لهنايا هذه زعما هاي معروفه عند الاطباء ومن بعد هنايا كاين هذه لا بارتي سنترال هذه سي لو سيرفو انترميديير هذا اللي اسمه اللي فيه اللي اسمه ليماجيناسيون اي لو ريف داكور وهذا والاحلام ايوا والتخيل تخيل نعم ايوا التخيل اللي خد عليك وهذه لا بارتي الاماميه اللي تناسب هذا تاع هنا في الجبهه دونك هاي هنا هكذا هذه اللي هنا القفاه هنا تاعنا وهذه الجهه الاماميه هذه الجهه ايوا هذه اللي سموها القران
ثم الناصية هذا الجهة هذه الناصية أيوة هي الجهة تاع المخ أو لازون تاع السيرفو هي نابلة هنا لسنت تاع الانتليجنس الذكاء وثاني لا بريز دي ديسيزيون داكور وتاع العقلانية اللي هضرنا عليها ذاك المرة إذن هذه هي الجهة هذه الجهة النبيلة هذه اللي تتحكم في السمو لذلك كيف قلنا قبيلة يعني ونعاودها للفائدة الله سبحانه وتعالى في القرآن قال ناصية كاذبة خاطئة دونك الخطأ والكاذب إلى آخر ذلك وين يتكون هنا وين كاين الانتليجنس باسكو هذه الأفكار وين أيوا هذه الأسبوع هذه الناصية ثم كيتكون التفكير ويتكون كما قلنا الواحد ينظم الأفكار تاعو بالعقلانية وطبعا وليد الكبار راه يخمل زعما راه يخملها وتوما دوك هذه لا بارتي لاسوا لذلك الله سبحانه وتعالى في القران ناصية كاذبة خاطئة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه واحد لو كان زعما وقت هذا كتاب الله هذا يدل على انه كتاب الله مش كتاب مش كتاب عبد كما يتعاوى نعم ويقول دوك هذا العالم يقول باللي في حالة الغضب شو يقع انفصال ما بين هذه الجهة ونظر الممكن يعني كونتاكت شو يوقع انفصال يعني يقدروني نيماج دونك يولي يبقى الكنترول تحالي لازل يولي غير هذا اللي يخدم أو هذا وش يعرف هذا شو العقل العقل تاع الحيواني أو الحيوان كي شفناه في الدوكيمنتار سبع كي جوع ما يستعرف حتى بواحد يكون نابورت حاجة ويعطيكي نابورت كي وي هذيك الإنسان يسجع العقلانية في حالة الغضب شو اللي رأي في ستال هذا الجهة العقلانية على الجهة الحيوانية ويقول الإنسان في حالة يعني غضب تام هذيك هذه هكذا صفي هذه تاع رمضان واحد كيكون جيعان في رمضان نعم هو في رمضان كما قلنا اسمه قبيلة هو راجح طبعا خاصة الغضب عند الناس اللي يتكيفوا القهوة الدخان إلى آخره أيوة هذوك المواد المنفين للصغبة تاعهم يدي الكمية تاعو اللي يحتاجها من النيكوتين تاع التدخين لا كافيين تاع القهوة وكي تخصو طبعا يولي عنده أمانك بام حتى اللي صحاب دروغيس وي دروغيس تاعما ثاني يولي في حالة غضب يولي يخبش يولي عياط يولي وحتى ربما الجوع بس بما ان الجوع متعلق بهذا لابارتي تاعو هي اللي تتحكم في الجوع جوستومون وما نقدروش ندخلها فهمت هذيك مثلا على ذيك اسمه لي نوتريسيونيست الاخصائيين تاع اسمه تاع التغذيه يقول لك مثلا لازم تتجنب هذوك لي فو سكر علاش باسكو هذا لابارتي تاع السيرفو بريميتيف ما تكلخلوش هذيك هو راه يحسب فريمون الكميه وهذه كما قلت لك حسان هذه نشرحوها في الموضوع اللي بليتر وي تاع السكر نعاودوا ليها ونشرحوها كيفاش هذه لو سيرفو بريميتيف ما نقدروش نكلخلو فهمت عندك الكونتور يعرف اكزاكتومون الكميه تاع السكر الحقيقي اللي دخل وما دام هذيك الكميه تاع السكر الحقيقي اللي دخل ما عندهاش هو سبحان الله ولا ما يكونش هو باش تشوف ربي كيف خلق بنادم انكروايا ملي يعيط وكي ولي يعيط بروغرامي فوالا اكزاكتومون بروغرامي ان كارت ميموار من عند ربي سبحانه بريميتيف هو الموجود عند الحيوان تانيك دايوغ سموه كاين لي سانتيفيك سموه لو سيرفو ريبتيليان تاع الحنش الكروكوديل ايتترا سا سابيل لو سيرفو ريبتيليان aussi dans le domaine de la de la psychiatrie ou de la psychologie aussi le cerveau reptilien ou le cerveau primitif merci قد الله يسطرك صحه يعطيك الصحه الله يحفظكم اي طبعا احنا في دوكانه مسي قد خصت حاجه صغيره اسمح لي قلت لنا واحد كيتقلق كيكون واقف واش يدير كيكون قاعد واش لازم يدير انتقد هنا مقبله لا طب لا لكن هو الجماعه ذكروا الحديث احنا قلنا بوك كل واحد يتقل في حاله غضب تطلع الادرينالين
هم السبورتيف يعرفها مليح هذه تاع لا موتي لا موتي دادرينالين. هو هو هذاك هذا اسمه يعطي امر للغدد لي غلوند سورينال دونك لي موتي فوق لي ران هما اللي يطلقوا ديك لادرينالين. وهذيك لادرينالين لادرينالين هي اللي دير اسمه نبضات القلب تتقوى لي باتمو تاع القلب. ايوا هذه لادرينالين هرمون اللي ينتجوا الجسم تاعنا. دونك ما كاش امر ديريكت من السيرفو للقلب. نو السيرفو يعطي امر لهذيك لا غلوند هذيك الغده هذيك الغدد اللي عندنا هنايا. الله لا اله الا الله اعجاز القران ربي وكيف يدير. ايوا هذيك الغدد هذيك لي غلوند سيغينال ما نعرفش بالعربيه. المهم على كل حال هذوك الغدد هما اللي ينتجوا هذه الهرمون لادرينالين اللي معروفه. وهذيك لادرينالين الضوء تاعها يتقوي دقات القلب. وكي يقوى دقات القلب الدم يطلع برا. ايوا يطلع سورتو في الجهه الفوقانيه تو. دونك على ذيك الظن باللي الحديث اللي قالوا الاخوه قبيله رسولك صلى الله عليه وسلم ماك الحديث نعم ايه بارك الله فيهم. دونك المفهوم العلمي كي يطلع الدم للراس دونك سي با بون. دونك بلا كي يتكل واحد ولا يولي ان ديبات يولي ان اكيليبر لا بالونس وي وي هو النظر الاحسن هو باللي يتكسل. ماشي ما نعرف لا علم. انا شي با ان غران سبيسياليست ولا تاع الميدان. انا صح في ديبلومي اون شيمي نعرف بيو شيمي طبعا كل شيء شيمي بيو شيمي هذه نعرفها. ماشي لا هي سوا قدور هي يقول لك اذا كان واقف يقعد واذا كان قاعد يتكسل. وي هذاك ينقص الدم في العظم والضغط حتى وصل. وقدر كيفاه شوف سبحان الله ثاني كيفاه حتى كاينه تاع الوضوء. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تتوضا كيفاه داخله مع الغاضب. وي هذيك انا قلت لك في بدايه الامر اسمح لي قدر علاش نقولوا علاش على خاطر الغاضب. على خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ان الغضب من الشيطان والشيطان مخلوق من النار. اذا غضبك احدكم فليتوضا ثم يقول باش تكون من النار اللي طفيت النار. اوكي وذلك يا جماعه ثانيك علميا الماء معروف للتهدئه والانسان اسمه وخلقنا من كل شيء وخلقنا من الماء كل شيء حي لذلك احنا كي نروحوا مثلا البحر ولا شوف هذا حسيت بالاحساس. الواحد يكون كاع مقلق ويكون اسمو كي راح يبلونجي في الماء حسيت بهذا كاع حسينا بها كي روح ولا تعوم ولا ما تاخذ دوش برك تحس بواحد الاستراحه وتحس بواحد الاطمئنان وتحس هذيك طبيعه الماء. وهذيك ربما رجع للفطره تاعنا طبعا. وثاني كما قال الاخ طبعا الغضب ثاني الشيطان هو هذاك الدور تاعو. واش هو الدور تاع الشيطان؟ الوسواس. هذا بروفيسيونال في الجزائر هذا غير حكي لنا عليه هذا. الشيطان هذا عنده الانس والجن اخويا قدور. ايه هما شياطين من الجن ومن الانس. كاين شياطين بارك الله فيك تاع قدور. اي والله بارك الله. كاين من الانس وكاين من الجن اللي طلع لك ينفخ الوسواس هذيك من الجهتين. اسمح لي تقاطع. كاين زيد ينفخ زيد ينفخ خويا قدور زيد ينفخ. اسمح لي تقاطع كومونتير بكومونتير. الاخت قالت لك الغده الكظريه اللي كنت تحكي عليها قدور اللي جايه هنايا الغده الكظريه. اخت هذه جاوبت محمد خليفه بك هنا ديفوا جي ريزولتا تاع البالون. سمحوا لنا بوريشيا راهي زيرو مانشستر سيتي راهي دو ريال مدريد راهي زيرو الاتلانتيك راهي زيرو زيرو زيرو. شوف لا راهي زيرو راهي زيرو ريال مارتاو ماركا راهي زيرو. اوكي صافي مانشستر راهي دو بوريشيا راهي زيرو. اوكي لونيسي ولا تهبد دماغ درك في بلاصه في بلاصه في بلاصه بنزيما بنزيما صح بنزيما. ايه تمغلوني انت. تقطع لوني
خويا لونيسي عبد يسخسك سؤال. وي خويا تفضل. انت لعبت البالون. وي. ما هو تأثير الجمهور عليك؟ وهل تغضب ام لا؟ سؤال شباب. باش نغضب ما نغضبش، نغضب باسكو ديجا الفات للجمهور يغضب عليك صافي ديرك انت درت حاجه اللي ما عجبتهمش فوق التيران، تعطي بي تعطي باس تدريبلي ترو حاجه اللي نيجاتيف في التيران، مي ما لازمش تغضب تاع الجمهور باسكو الجمهور اللي لا بوغ توا باش يسوتونيك باش يونكوراجي فوتبول بلا جمهور ماش فوتبول، فهمت ديجا اللي لا يخلص هو باش يجي يشوفك جا شاف هاد لاقطه هذا انت لازم تفرطو الو ما كيما تكونش في نهارك ما تلعبش مليح ولا طراتي ديبي تخسر ما ميغضب عليك ما ميغضب عليك يفوك تو لاكسيب باسكو سي نورمال هاد لي بري هاد السيبورتر ماذا بيه يربح الكلوب تاعو توت لا جورني وي بريباري ولا دو جور وي بريباري في الماتش وماذا تجي نتايا لو جور دو ماتش تتمسخر به ما تكونش في نهارك صافي بون ما تكونش في نهارك على كل حال صافي فطراتي الماتش مي ماشي كاع لي ماتش مي ماشي كاع لي ماتش مي ما لازمش تزعف على السيبورتر تاعك انا جو نحكي لك ان جو لعبنا حراش الناد الناد كانوا يلعبوا على الحبطه في سان جويي الناد دومونداو الماتش للحراش ما حبيناش نعطيهم لهم ودرنا ماتش نول ما عطينا لهمش الماتش درنا ماتش نول نورمال خرجت الدعايات باللي مدينا لهم الماتش مبيوع مبيوع هو مدي ماشي مبيوع عشان مدينا دراهم على كاش ماتش حنا يا نبدو يا نورمال اوكي بعد السيبورتر كاع سبوني انايا باسكو كنت انا لو بلوز اونسيان كابيتان ستاد سان جويي جيتي لو ديرني جوا اللي خرج من ستاد ستاد كاع يسف فيا على جا الماتش شي ما نابري لعبنا مع المولوديه تماك لو ميم ستاد سان جويي ربحنا ميم بيتا زيرو وانا ماركيت البيت هادوك كاع لي سيبورتور لي سبوني مع الناد هما كاع لي صفقوا عليا وغنوا عليا توت لا جورني وبقاو نبداو نسناو في الله يبارك فيك جوار ولا اونترينور يفو لازم تاسومي خبزتك عرف بلي ينجمو غدو ينتقدوك عرف بلي غدو ينجمو يشكروك مي سي تا توا دو ما تعطيهمش لوكازيون باش ينتقدوك الناس لي سيبورتور ولا الو تو بريبار تكون سيريو تكون متواضع تكون يكون عندك كاع لي كاليتي تاع ان ارتيست باش تبو فار اون كارير كبيره ماشي تاع عام ولا عامين خالد 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 ميرسي الله يسترك قال لك كومونتير خالد لونيسي لاعب خلوق قال لك انسان متربي بزاف خلوق خلوق نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله صح كما يقول لك هذه مجامله من عندي سيبورتر الحمد لله لا باجي اوكان بروبليم على كل حال ميم دو جوسكا ماتنو ني افيك لي زونسيان جوور ني افيك لي سيبورتور وماشي غير لي سيبورتور تاع الحراشه على شان ناسيونال ميم في كندا كان دي سيبورتور مولوديه لو اسما سيربي جي توجور دي بون ريلاسيون معاهم للدرك للدرك لا فيريتي جي اوكان بروبليم ميم افيك لي زونسيان جوور الله يبارك لما في لي زونسيان جوغ ما عندي حتى مشكل يعني الحمد لله كل واحد دار كارير اللي كتبها له ربي وان شاء الله اللي غلطنا معاه ربي ان شاء الله يسمح لنا واللي كبرنا معاه رانا دائما نتلاقاو بهم ورانا نفطروا كيف كيف نضحكوا كيف كيف نلعبوا كيف كيف ان شاء الله ربي يسترك لقينا في ساعات الخير مع ولاد فاميلي هذيك نعم الله يسترك خويا خالد ميرسي شكرا سلام. خالد شكرا شكرا شكون اللي عنده كلمه من فضلكم بروفيسور قدور قال لك هنايا اسكي باراسيتامول تلعب دور هام على انا حكينا على الماء هذه صح باراسيتامول واش دير في الجسم تاع الانسان او سقسك سؤال هنا وي بصح ما تكلميش ما نظنش باللي تكلمي اسمو ماشي تاع الغضب نو هذيك لا دولا هذيك تكلم لا دولا لا دولا صح قال لك الوجع الاخر اسمع فيك تاع الوجع صافي ما عندهاش علاقه اوكي نعم كاين برك حسن كاين ادويه اللي تكلمي يكون الانسان في حاله غضب ولا كاين ادويه تكلمي الانسان كان ليك بك هذيك في هذيك اللحظه وي لا يقدر فوالا هذيك اللحظه الغضب غضب الادرينالين بيان سور
اسكو كاين فيتامين في جسم الانسان تقدر كما يقولوا يكون ناقص في المومون تاع الغضب هذاك، في المومون تاع الغضب هذاك كما يقولوا، كاين اللي يقول لك لازم ما على باليش اش فيتامين هكايا ولا حاجه ان اوتر هرمون، كاين كاين هرمون اسمه الكورتيزول واسمها كورتيزول. كورتيزون اوكي زول ماشي زون كورتيزول زول زول اس او ال هذيك اسمعني نقول لك كاين كاين اطباء اعصاب ناس هادو المقلقين واللي عندهم ماشي لا لا يعطولهم هذه الادويه هذاك امين هذاك قلق ماشي غضب وي بصح هذاك لا هذاك سي اوتر شوز الا مثلا في حاله الغضب هذاك رانا عرفنا الغضب الواحد لازم يدير الشكه ما فرتش يا صاحبي اه ايوا الواحد هو الواحد كما كما قلنا قبيله كاين كاين باش يتعلم يتعلم يتحكم يعني بقدر الامكان في الغضب وهي الرياضه ماكاش كيما الرياضه وعلاش الرياضه اه بيان سور يا اخا الرياضه جوستمون تقوي هذاك لا برودكسيون دو كورتيزول جوستمون الناس اللي يديروا الرياضه بزاف الى قد ذلك الجسم تاعهم ينتج هذا الهرمون تاع الكورتيزول اللي تهدي حبيت نسقسي شيخ سماتي هل كاين فرق بين القلق والغضب طبعا كاين عطينا الفرق بين الغضب والقلق يعني من احسن ترش لا القلق كما قال لك هو استاس بصح الغضب نقول لك انا مانيش مختص في هذه بصح كاين فرق شاسع القلق ها هو القلق يدوم تفضل خويا روح تفضل خويا سماتي نعاون اخويا سماتي معليش معليش انا كي سقسيت سماتي قلت القلق والغضب الغضب تعرف الغضب نتايا جيت جرحتني كلام وهذاك الكلام ما في ما فيهش انا هذاك الكلام راك فاهمني عرفت لي هذا غضب بصح انت امين نروحوا للقلق دركا انت برومتي غدوه انت تلقاو على 12 هكذا تلقاو في صالون دي تي لي قدم واش مو برانتو نعم موعد الموعد موعد الزوج ما جيت ثلاثه ما جيت انا نقلق ورا امين هذايا ما عندوش كلمه ها هو القلق وها هو الغضب فهمتني خويا امين لا يشبه شويه يجي يجي القلق وما دا يولي الغضب يولي الغضب لا لا يولي الغضب لا 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 القلق على بالك يكون اكثر عضوي اكثر عضوي يقيس بزاف الاعضاء مثلا كيما الكولون يدير لك القلق ولا لا يهبلك الكولون يهبلك بصح الغضب مجرد تبدل الحاله التي تكون فيها يروح 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 مثلا يا الرجل في البيت الا غضب مع الزوجه نتاعو ماذا به غير يخرج برا باش ما يديش ديقه فهمتوني هذا غضب بصح بصح القلق شيخ سماتي شيخ سماتي واش قلت دوكا يقول لازم يخرج برا باش ما يديرش ديقه باش ما يديرش باش ما يديرش ديقه يا باش ما باش يا باش ما ديرلوش ديقه هي كاين نقاط مهمه كاين نقاط مهمه حبيت نهضرهم تسمى هكذا كي رانا في اللايف راني شفتهم دوكا جوجلتهم يا ودي قال لك كان كيفاش طرق كيفاش تحكم في الغضب انا نقولكم غير زعما النقاط الاساسيه يقول لك النقطه الاولى الاساسيه التفكير قبل الكلام يعني قيس قبل ما تقيس قبل ما تخرج واش كاين في فمك عاود كيما نقولوا راجعوا بالبزاف باش تخرج باش ما تقيش هذاك الانسان وما تقيش روحك انت ثانيا يقول لك تبحث على الحلول بدلا من التركيز على المشكله لازم تبحث على لي سوليسيون باش هاي بارك الله باش تفيتي المشاكل النقطة الأساسية ممارسة التمارين النقطة الرابعة تغيير الروتين تاعك النقطة الخامسة طلب المساعدة يخرج الغضب أحيانا النقطة السادسة الاسترخاء عند الشعور بالغضب ينصح باللجوء للاسترخاء والحصول على قسط من الهواء يعني سابعة يقول لك تفريغ المشاعر السلبية هذه النهايه السلبيه
مشاعر سلبيه دي فوا دي فوا ما باش ولا نتوما راكو عايشين في البلاد دوكا كاين انا سمعتها غير كيما كاين هذوك اللي علي يديروا الحجاب قلنا هنا في اوروبا ميواسوهم الحجامه okay. كاين طريقه واحده اخرى ميواسوها في البلاد بصح شنو ما باش ولا سمعتوا بها ولا لا يقول لك السم تاع النحله ينحي ينحي كما نقولوا الطاقه السلبيه اللي للشحنات يعني الشحنات الزائده كهرباء شغل كهرباء يعطيك صح اللي جايين في جسم الانسان ويداووا بها عاد يديروها بزاف عند هذوك اللي يديروا كاين 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 يقرصوك بالنحله بصح انايا انا عندي نقطه مهمه بالبزاف واني حاب نقولها وكما نقولوا شويه فيار باش نقولها هذه لكن حتى نقطه كما نقول هذيك تاع السم النحله ولا الاخر اللي تنحي الغضب وتنحي النقطه السلبيه كما كثره السجود الانسان اللي يسجد بزاف بصح كاين سجود من سجود كاين سجود تاع ليكيداسيون كاين سجود تاع ليكيداسيون هذاك والو مي كاين سجود تاع اللي كيطول في السجود تريح 5 دقائق 10 دقائق وانت ساجد يقول لك بلي شغل الدم ديالك يدفق للمخ ومن بعد في الارض كاين طاقات ايجابيه وفي المخ تاعك راه يعطي له الطاقه السلبيه وانت راك تدي الطاقه الايجابيه وهذه اللي اشار اليها الاخ الدور على الناصيه على هذه ربي قال في القران بعد ادم اشترى جيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين هنا تعرف باللي السجود هو اللي يحل كلش شكرا وكثره الاستغفار عندي النقطه هذه الاخرانيه نزيدها مليحه النبي صلى الله عليه وسلم واش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا مخرجا من مفرجا ورزقه من حيث لا يحتسب لا يحتسب هنايا اللي يحب ينحي الزعاف تاعو على الاقل يستغفر الله سبحانه وجل 1000 مره في النهار وهذه هي والله اعلم شكرا موني الله يسترك مصطفى السلام عليكم السلام صباح حسن لاباس الحمد لله الحمد لله بك نكسروا شويه الموضوع ونولوا ليه باش ما نعياوش حسن حاب نطرح سؤال برك يعني لا يمكن راني نطرح بزاف اسئله اليوم يعني من يا جماعه حبيت عجبني الموضوع راني نعم نعم انا اشتمه اسمح لي امين بغيت نطرح السؤال الفرق ما بين الغضب والقلق القلق أيوة. راحت لي كونيكسيون راحت لي كونيكسيون انا فيها راح شوف لا لا طبعا مش كيف كيف شوف الغضب كما قلناها هو انفعال فهمت هو انفعال مؤقت بارك الله فيك هو انفعال اما القلق هو طبعا هو ثاني اسمه في 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 الجهاز العصبي تاعنا مي سي نوتر فينومين وهذا طابع يعني طابع انساني هذاك ايباد بيرمانون فوالا نسمو تاعو توجور في حاله ضغط وماشي في حاله ارتخاء دونك مش كيف كيف هذاك رد فعل طبعا كيعطيك صح عنده رابطه يا استاذ يعني لا الغضب مؤقت والقلق دائم دائم القلق هذا كيسمو في حاله اسمه في حاله اكتئاب ولا حاجه راه ايوه ديبرسيون وهذاك رد ما تقدر اسمه لا القلق شو قدر يجي من سورميناج هكذا القلق وي تقدر يكون بالسورميناج من بزاف العوامل اللي يقدروا يكون القلق لا القلق يجي يقدر يكون مؤقت ما يكونش تو لو طون زعما مثال بسيط معليش اسمح لي القلق زعما تشري الخبز هكذا سمعتي راه تشري الخبز نتايا بصح ستاسيونيت في بلاصه ونحيد لك صابو هكذا ياك معايا ومن بعد انت تدخل البونونجري ومن بعد يقول لك هذاك مول البونجري يقول لك على 10 دقائق يوجد انت كيفاش تولي في هذيك اللحظه بدا تخزر الطوموبيل لا بوليس راح يديروا صابو بدا هذا هو القلق هذه هي يعني مؤقت هذيك حاله قلقيه شي حدور المقلق هو توجور تسيبو توجور مقلق سوبريسيون يعني كالم كالم قدور النقطه برك حسن النقطه برك نعم نعم امين تفضل نعم حبيت نقول له انا في رايي يعني الانسان المقلق يعني كاين علاقه بين القلق والغضب كاين طابع هذاك الانسان اللي يغضب بزاف عنده كاين فيها كاين هذاك الانسان اللي مقلق
توجور تلقاه في حالة غضب، يعني هذا هو واش حبيت نقول لك. تما بحاجة رانديتو للطابع النفسي تاعو، كما نقولوا كاين دي فوا إنسان موسوس، دي فوا إنسان يعني حاجة رانديتو يغضب عليها، هذا هو ما كاين رابطة بين القلق والغضب. أنا هذا واش بانت لي أنا خطا، باسكو لا شوف الانسان اللي عنده الغضب سمو هذاك الاندفاع داكوغ، هذا كاين هما البسيكولوج يقول لك بوك يعرفوا باللي يا ربي الغضب تاع الاندفاع لا امبولسيف، كي المصطنع المصطنع تاع اسمو يقولوا امبولسيف ومندفع باللغه العربيه. شكرا. وكاين اما القلق تاع النوت بروسيسوس با ما ما طلعتش عليه اليوم يعني باش نرد لك زعما خبر كامل، مي نوت بروسيسوس. شكرا قدوش، شكرا امين على لي كيسيون. الاخت كريمه قالت القلق يسبق الغضب، القلق يسبق الغضب. امين وش امين وش حبيت تقول؟ اسمح لي والله كنت حاب نطرح سؤال الجماعه برك المنير ولا الاستاذ سماتي، يعني سؤال دين دين هكا الانسان كيطلق اسكو كون في حاله غضب اسكو يعتبر هذاك خلاص اوكي اسكو يعتبر في حالة غضب سماتي ولا شيخ؟ لا هذه المسألة أمير، هذه المسألة ما يقدر يفتيدك فيها لا منير لا أنا، لأن المفتي لخطر حالة الإنسان لازم صاحب القضية يكون مع المفتي، وهذاك المفتي يدرس الحالة النفسية نتاعو باش يعطي له الجواب. فهمتني؟ أما الشرع لا أمين أمين ليه شرعا يا أمير شوف الإفتاء لا نعاود لك منير قال لك في حالة الإنسان اللي يطلق في حالة الغضب ماشي نيمبورت لو كي اللي يفتي لك خويا أمين هذاك أنا واش سمعت أنا نقول لك فيها معليش أنا حالة غضب وحدة لما يوقعش فيها الطلاق، حالة غضب وحدة لما يوقعش فيها الطلاق، نهار تفقد الوعي ديالك تاع الصح يعني نهار يطلع لك الدم للراس كاين غضب يعني الغضب راه درجات وما تكونش على بالك قيدك وشك تواسي حتى المكان اللي تكون فيه ما تكونش على بالك واش من المكان اللي راك فيه اشكوك جير اشكوك فقد هذاك فقد الوعي ما يوقعش عارف هذاك فقد الوعي غضب هذاك تدريجي نو يوقع الطلاق صح سمحوا لي دقيقه باش نكسروا شويه الموضوع نولوا له باش ما ديرناش غنيه برك لا ماشي غنيه الاخ كمال بالبداوي أسلم عليك خالد كمال بالبداوي قال لك ليش فيك كي درت معايا الجيدو ما شفيتش باسكو درت بزاف مع دي جيدوكا كمال معليش كمال او مشفاش عليك مي دار واسمو راه حميدوش قال لك مبروك علينا فيف يا ساماش ميم رانا خاصين فيف يا ساماش معليش حميدوش علي دين ولا تاع لي دين وي ماشي حمادوش حميدوش جناوي حميدوش ماشي حمادوش حميدوش حسن عزوك قال لك القلق هو نوع من انواع الخوف واحد يتقلق يحكموا الخوف يتقلق ماشي يزعف يتقلق شكرا هنا راهو اوبان باللي اختلاف اوبان شكرا شوفوا نربطوا يا شيخ او حسن عزوك قال لك القلق هو نوع من انواع الخوف بنادم كي يخاف ما راح يتقلق راح بارك الله نجاوبو حسن نعم وجاوب ما هوش غير خوف ما تقدرش تحصره غير في الخوف حسن نوع قال لك نوع من انواع فارس العلالي قال لك السلام عليكم الله اعلم الغضب يكون بسبب القلق هو صح عندهم شبه يهضروا كما قال لك القلق نوع من الخوف يعني يقدر الانسان يروح يدير امتحانات وما يكونش ريفيزي طريطري بيان ماهوش راجع دروس قدامنا وكيجي نهار تاع الامتحان يبقى مقلق هذه داخله في الخوف عنده الحق حسن مش هذا ماشي غضب هذا قلق سلبي هذا قلق سلبي اللي قام تاعو ما يعودش للغضب يعني هذا مش حبيت
فوالا. وثانيك القلق يسبق الغضب، علاش؟ على خاطر هو اللي يبدا الاولاني، على خاطر هو يشغل كيما نقولوا فيه بورسونتاج القلق. اما الغضب راه كيما نقولوا خلاص راك رحت للبعيد. القلق هو اللي يؤدي للغضب، القلق يبدا بعد يؤدي للغضب، هذه هي. اوكي شكرا. الاخ محمد خليفاتي ما فهمتش انا، قال لك خالد علاه كانوا يعيطوا لك ابن العايب؟ على كان عيط لك ابن العايب؟ والله ما على بالي واش يقصد. كان يحبه باسكو لا كنت شويه جوغ، كنت ندور بزاف في دار العايب، كنت نروح لدارو بزاف، كان يحبني شغل وليدو باسكو العايب يلا في تروا فيه. كان يحبو كيما كانوا دراهم خالد دار علينا قاعد. انا كنت قريب بزاف للعائله تاعو سيفري، كانوا يعيطوا لي ولد العايب سيفري. مي على كل حال لا فيريتي واحد ما ينكرش تانيكا، يعني لقيناه العايب دون دي مومون ديفيسيل الحق الحمد لله. تربينا تانيك معاه سي تان كا استروي سيفري الحق يعني. مي لي داني طون لايب مع الكوبر شغل بدا يبحر الشخصيه تاعو. خالد كي تكبر يطبق عليك القانون يتنحى وكاع من الاخر، هذه هي. هي هي صحيح لوجيكمون واحد يكبر يخلي بلاصتو لي جون ويا رايحه. خالد سؤال واحد اخر. خالد على زعمتك هذيك كي دخلوا شريف الوزاني في بلاستيك مع ليكيب ناسيونال، قال لك صار لك مشكل مع شريف الوزاني؟ نو جامي. كماك في فيستيال نو جامي. شريف الوزاني انت جيت تلعب ولونترينور دخل في شريف الوزاني وما خلاكش زعفت انت لتما، قال لك دارت معاه ولا ماشي شريف الوزاني؟ نو هذيك هذيك سيتي مع كينيا سيتي بريفي، كنت باش كنت تيتولا داير كنت في مصر ودخلت غير على الماتش تاع لاجيري مع كينيا. انا دانيير مينيت نحاولني لي زونترينور باسكو اما كان كيما سونا ماهي سهله فيها بزاف لي زانترفونسيون. اها الو لعبوا ان جوا ما نسيتيش اسمو باسكو البريزيدون تاعو كان تما كاستر لاجيروا، وانا داروا لي رومبلاسون زعفت ما حبيتش كاع نلبس. ايبا شريف الوزاني هو اللي دخل روحو، صار دخل روحو دون لو كادر لو بيان تاعي، وين قال لي خالد الفو ميو تلبس وما تلعبش باش غدوك ما يشرب يحصلهاش. الغضب كيفاش ديت الغضب؟ الغضب تاعي كان غاضب ما عندوش حدود، كنت قادر نضرب قادر نقول كلام خارج على الموضوع داير قلته ماشي كنت قادر قلت باسكو انا عندي حاجه كان غاضب الغضب سي فري، كان لي كالم كان لي فوكال كان تلقى عاقل بزاف بصح النهار يترول ما يشدو حتى واحد. كي الواد الناشف كان لي كونترا تشوفو يبلبل وما بعد هو ما يدير والو، عاق تلقى كي تشدو يعاق يستعقل يبرد. نعم سي كان سي فري انا ولا غير عاقل بصح كي نتنرفا نقول لك لا فيريتي عادي من الحراش تاع الصح. ولا هذيك ذكرى سقسي قبيله سقسيتك. لا خالد تالمو شي جونتي تالمو الكونترار كي نزعف يعني في حدود. نعم يعني خالد نعم الله يعطيك الصحه. دوك نزيد نسقسيك سؤال كريم تفضل من فضلك، ماناش نسمعوا فيك ماناش نسمعوا الصون. خالد خوك الصغير اللي كان يلعب في محمديه مازال جبان. هنا راه ولتحت يسكن دوك نعيط له سيدي علي. اوكي الله يبارك. اوكي شفالو يسلمك. دوماج ميم واي لا في دي كاليتي مي كان جوار بورو كان خواف كي يلعب يخاف موراه يصوتي هذاك هو الديفو تاعو. حبيت نعرف واش راه وي سي فري. خالد قال لك ما هو اللاعب اللي تحبوا واللي اللي لعبت معاه واللي تحبوا اللي ما هو احسن لاعب لعبت معاه؟ اسمح لي ما هو احسن لاعب لعبت معاه انت؟ ما لعبت مع دي غران جوار بزاف اللي لعبت معاه بزاف اللي نحبوا نلعب معاه مع ماجر ومزياني كذا. نعم باسكو ماجر لعبت معاه في ليكيب ناسيونال ومن بعد ولا اونترينور تاعي في ليكيب ناسيونال، وكادير لعب معاه في الحراش.
مين لافي بوكو الجوار لعبت لعبت معهم حسن اسمع فيا هكذا اسمع فيا حكيم بدان جرونجو راح نجرونجو انا يا بوكو الجوار تصفاو تجرونجو اوكي ما جير والحاج مزيانين مالهم مال الاولين اوي اوي نعم محمد ما قال لي في زوج كبار عليا مي لعبت معاهم لعبت معاهم جيتي جون على كل حال مي صافي بليزير تلعب افيك دو غون جوار كيما هادو بيان سور بليزير حسن حبيت نعطيك كاستيون باك لخالد نعم نعم خالد الحاج سري مفتان وي ما كانوا لي دو هادوما كان يعيط لهم بزاف يقول لك كانوا توام اسك سي فري كانوا توام كانوا يعيط لهم شغل توام ياه وين يروحوا كيف كيف كانوا يمشوا كيف كيف باسكو فتان شوف سريم باسكو عاقل سريم ما يهضرش بزاف وفتان كوم كان شغل في الحراش جا مبليده يمشي بزاف مع سريم باسكو لقى راحته مع سريم لقى راحته مع سريم ويمشي معاه بزاف هذا ما كان مي باش يصدي يعيطوا لهم توام انا عمال يعيطوا لهم توام باسكو يتشابوا باسكو ما كان حتى ديفيرون صح واحد يدير واحد يدير عمك كادر فانديس الاخر يدير عمك طري بيان خالد كاين سؤال واحد اخر ما عليك باش نكسروا لو سيجي باش ما خالد خونا خونا خالد وات دو يو ثينك اباوت لونيس فرحات وكمال سريم واش قول على لونيس فرحات وكمال سريم با سريم كمال سي تا تري تري جونتي الحاج ناس مليح بالبزاف لا فيريتي لعبت سيفيري لعب بزاف معاه لعبت معاه واحد 10 في الحراش ولونيس سي باسكو الحاج كبير عليا على كل الحاج وفرحات له فرحات سيتي لاج تاعي سي موناج لعبنا فيه ثلاثه في الحراش على كل حال مي فرحات لي كنت مداصر بزاف باسكو لي تي مون لاج تاعي تاع موناج مداصر بزاف الحاج وين الحاج نقادروه باسكو الحاج وكبير وكبير علينا مي عاقل بزاف الحاج تري تري جونتي الله يسترك تري بيان كيسيون واحده اخرى خالد باش قال لك جمال قمار وليد الحومه راهو في كندا قال لك اسكو تي بونس كو لونترينور راميت راميت يا الله يرحمه راميت راميت الله يرحمه افيت ان غون ترافاي دو فورماسيون اون يو اس ام اش وي يا باك رحيم لعبك لي انا باك زون هذا ليكزوم تاعي انايا براتيك من من هاني كنت في ليكول تاع الحراش لي زونتينور تاعو كاع دي زونسيان جوار تاع الحراش تاع السبعينات يعني كي كنت في ليكول كان بالقاسم الطاهر كان حموي كان راميت كان شكون ثاني الاحسن هادو قاعد است عندهم كوم جوغ وهادو درت عندهم كاع فورماسيون حتى سينيور مي راميت راميت سيبري كان كان يحب بزاف لي جون كان يروح لي كارتي يشوف كان ما يعني واحد نبي دوريجين ودار كان جوندار في الحراش ولعب في الحراش وعاش في الحراش حتى كي راح لعنابه مولا رثلات مات في عنابه الله يرحمه الله يرحمه ويساله نعم الله يرحمه الله يسترك خويا خالد ما حبيت نقول حاجه حسن حبيت نقول حاجه دقيق وي خويا اش بال الحراش دان خالد مزياني الله الله في لي زونترينمون شوفوا الباب مفتوحه نروح نشوف لي زونترينمون شوف هذا الله يبارك لا جون شوف الوقت الفوتبول كيفاش كان يا ربي دونك اليوم اليوم لي مولي ما عندوش ماشي نضحك عليهم ولا لي مولي ما عندوش شوف رجلو ديالك سي فري سي فري سي فري انا واحد انا شفت لي جوار تاع الحراش لو بري ماتش اللي لعبوهم قاعد نشوف في لي رومبلاسون كانوا قاعدين قدامي لي رومبلاسون اقسم بالله غير عن بالي دي جونيور قلت هادو ماشي دي سينو اللي نطلعوا بهم خو دراري 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 وتانيك ضعاف 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 قلت تي بي با ياكلوا على الدراري هذو الزايمر والله غير ياكلوا طري بيان والله غير ياكلوا يعني بارابور لينا ياكلوا قطع كريم قطع مخلص الله يسترك خالد كريم ما عطيتك كيسيون من فضلك خالد دون تا كارير يعني ملي بديت الفوتبال سي كي دي بريفيرونس لونترينور تاعك شوف بينا تروح كاع لي جوار تاع الحراش تروح كاع لي جوار تاع الحراش اللي جازوا عند رمضاني يقول لك سي لو ميور اونطينور دالجيري رمضاني يعني ما قال انا خدمت ما قال انا خدمت مع بزاف لي زونطينور ما في ليك ماسونال في السعوديه في الياسما في المولوديه مي سي لو ميور اونطينور في الجيري
اللي تقبض مزيان اللي تقبض مد اللي تقبض يقول لك 800 حصلت فينا الريال واش راك في بلعابد بلعابد الله يرحمه خدمت معاه هنايا وقيلا واحد الطروازه من الخدمه تاع رمضاني رمضاني عبك ستا ماجور دو برومو في ليبزيك مع بيكم بوغ رمضاني تخدم معاه سيونتيفيكمون تكنيكمون تاكتيكمون بسيكولوجيكمون عنده كاع المؤهلات تاع مدرب عنده كفاءه ما شاء الله ميم سي بلون فيزيك كي يدير لك بريباراسيون يقول لك يعني ابي بري يعطيك ابي بري دو تال ماتش تال ماتش تجيك لا فورم لي تيست افيك لي تيست اللي يديرهم لك سي ان اونترينور يعني الله يذكره على خير ان شاء الله ربي يطولوا في عمره باسكو كان مازالو عايش اللي توجور اوكي اوكي رمضاني مي سي تاع ماشي في الفوتبول باسكو كان بزاف يقول لك بلعب لو سول اللي كان يساكريفي شوف لي كادي لي جينيور لي زيسبوار باش يطلعوا يتهضر فيهم نو سي با سا ماشي ماشي على هذيك الله يرحمه بالعبد بالعبد باسكو كان خدام في سونارام وكم كان ديطاشي للفوتبول يريح فلا فيجي باسكو عنده زوج صحابو ماتوا الله يرحمهم ثانيك أنا نسيت أسماءهم شيوخ أصحابه أصحابه أنتم كانوا دي روتريتي يريحوا معه في السطات في لافيجري يشوفوا لي كادي لي جينيور يشوفوا باسكو ما عندهم ما يديروا بس سي با باسكو أنا نقول لك باغ إكزومبل أنايا بالعبد ما يعرفش يهضر مع لي جون أن جون كي يطلعوا سينيور ما يكومينيكيش معاه مليح أنا نهار طلعت سينيور بريمي ماتش تاعي نلعب مع لي مزياني وجفجاف والحسن وشراقة الكلمة الأولى اللي قالها لي كنت جينيور قال لي جات لا شونس تاعك سوا تسمرها سوا ما تزيدش تطلع شغل يزيد يركب لك الخلعه يركب لك يزيد يدير لك نوت بريسيون كان دي زونترينور نو كان دي زونترينور تطلع السينيور يقول لك العب كيما تعرف جاتك لوكازيون ما تلعبش مليح عندك دوزيام اوكازيون وهي رايحه اي تو مي اليز بالعبد ما عندوش هذه الله يرحمه وبالعبد الا فيان بروبليم اوسي بالعبد كان يخاف لي فيدات باش تشيلو انت مزياني ولا تشيلو جفجاف ولا ويخصو مزياني ولا جفجاف ما يقدرش يلعب يخاف وي باسكو ليكيب تاع بالعبد باردون ليكيب تاع بالعبد تاع الثمانينات تاع جفجاف مزياني الحسن شراق كانت عندنا كروند ليكيب حراش هذاك كرميش 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 اه انا بون جيتي جون جونيور فنتبعهم هذاك العام ما دينا بهم حتى تيت وكان تيت ميرسي لعبنا بناجي عزوز خالد اسمح لي وي وي ناجي عزوز لعب ناجي لعب وي اي كان بون جوار دوماج مسكين ما داش كارير وي نو حنا كنا هنا ما كناش نشوفو كانت ما تقدرش تشوف الجزائر ملي لا لا كان بون جوار اللي كان بون جوار لا فيريتي مي دوماج ما داش كارير انا كنت لا كولوني نهار طلعت وضربه مع اليسمى مالك ميرسي خالد الله يعطيك صحه ميرسي خالد كاين واحد واحد سان كيسيون بصح نخلوها باش يستعفى خالد ما قدرش يجاوب كاع بروفيسور قدو الله يسجيك عطينا كلمتك خويا السرقو اش ما نخرجوش على الموضوع هذا ما كان نو لا بيان سور لا تري انتريسون ثاني واش لا فيتا وي 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 بدك نقول لخالد يخليه يستعفى شويه انا ما عطاوش لي كيسيون لا 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 كونترير انا لا 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 جي مضارب لي زانترفيو دو زور دو سيغي دو فوالا ديجا انا الجمعه عندي واحد فلا تروا فلا شانا تروا فلا تلفزيون عاشبور توجور يا حسن تكسير تكسير الروتين يقلل تكسير الروتين يقلل من الغضب هذا هاوش انا ندير راني راح اكل هاك باش ما نتقلقوش قدامك قدور من فضلك اعطينا لا كونكليزيون باسكو لو سوجي هذا ديالك راك مختص في امور كثيره من الشيمي اعطيناك خلاصه لا كونكليزيون كيف بنادم ما لازمش يتقلق كان الحل سورتو با طبعا ما حتى كبار يديروه وهذا معروف في اسمو يقول لك هذوك لي كما ستابيل تاع تاع لا بوكس هذوك سيتي تاع البازي هذاك اللي ضرب لو ساك لو ساك تاع الشيخ هادر هاي ليك هاي ليك هاي ليك شو راهي شو هادر يحضر شو راهي اكزاكتومون هادر يحضر اضرب عمالك اضرب عمالك الله يسجيك اضرب في بلاصتي الله غير في بلاصتي ضربها ها فوالا نحن نحن الزاف تاع الانجليز ديالنا
اضرب ناحي الذهب ناحي الذهب تاع الحدود حاجه مليحه باش الواحد باش يفش روحو ذاك هذاك القلق وذاك الزعاف قاعد يكبر شوف راه هنا القلق والزعاف قممتو نعم pour se calmer c'est un bon moyen pour se calmer هذاك الستك ايوا سورتو اللي عنده مثلا ولادو مقلقين ولا حاجه يمشي لهم هذاك سي دونك هنا ميم لو كونساي دو بون تمام ديرلو استاف دو با باش يلحق هذاك لو سوبل تاع الانرجي سورتو هذوك لي كي سون ايبر اكتيف لي زونفون ايبر اكتيف كيديرلو هذاك فوالا دونك خير ملي تعطيلو ذاك الادويه باش يتناولها دونك ديرلو هذاك باش ينحي هذاك لينيرجي اللي داخل كيما حنا لابوليس حبيت تقول عطاو له ملك الحطبه باش يضرب الشعب يدي ديجاجي ديجاجي البوليس تاع زير قلوه ديجاجي في الشارع حسن كادير كادير كاسيو شغل علاش يقول لك باللي القلق والغضب ياثر بزاف على لي سيتوايان الناس اللي تعيش بزاف لي غون فيل ماشي اللي الناس اللي عايشين على في الريف باغ اكزومبل على البحر باغ اكزومبل كي تروح للبحر ينقص عليك نفسانيا ترتاح كاين لا ديفيرونس باسكو عباك كيما نقولوا كارتي بوبيلار ولا سونت ولا الجي نعم الانسان بوليسك باغ اكزومبل على لا كومبان و تو ما يتلقاش تاع بزاف الغاشي اوغ شكون اللي يقلق شكون اللي يقلق البنادم بنادم واحد اخر هو اللي يقلقو دونك انت تكون ساكن في باغ في الصحراء ولا ساكن في ولا ساكن في مام في اسمه لا كومبان و تو دونك تتلاقى مع ناس مرتاح قليل اما في اما في المدينه ما كاين غلايان بزاف الغاشي دونك لا بروبابيليتي تبع تعلق مع انسان اللي يخليك في حاله غضب اللي بلو غروند كو فهمت كيفاش نعم نعم كي يكون بزاف الغاشي طبعا دونك ترى عندك معامله مع بزاف الغاشي نعم دونك كاين احتمال كبير باش واحد منهم يثير فيك هذيك حاله الغضب يقدر يخضر فيك باسمه يقدر يطبعك يقدر يستكشن يحقرك يحب يحقرك يحب ولا يقول لك كلام حاجه مش مليحه ولا دونك طلع لك تا هذيك اما لو كنت برا ولا في الصحراء ما كاش هذيك اللي كنت مقبله في الصحراء هذيك تو الناس كيما لك انا كنت في عباد الله برا لونتي عايشين المهم حتى هذا سايسبليك ايكالمون علاش في البلدان تاع الشمال اسمه شمال اوروبا تو شوف كان من بين ثاني كما يخرجوش بزاف اما حنا في الجزائر تب كل الناس دونك عندك بلوس دو بروبابيليتي دو رونكونتري دي جون اي دونك بلوس دو بروبابيليتي سما دافوار دي سوسي افيك لي جون ميرسي قدور ميرسي خالد خالد خاك استعفيت شويه كان لي كيسيون معليش يا با بروبليم الله يسترك خويا ميرسي قال لك اولا محمد توجر قال لك هل رحيل الشريف شريف اثر على فريق الحراس شكون هذا الشريف بوعلام شريف بوعلام شريف اوكي قال لك اسكي اثر عليهم كي خرج بون سي في تاع واش كانت تبراتيكي الفوتبول يعني الحق كان يلعبوا خير بيان كان عندهم بون ايكيب خالد لا كونيكسيون راك اي شويه ثقيله عندك تسمع عندك تسمع عندك تسمع قلت لك في وقت بعلم شارف بعلم شارف لا في دو بون ترافاي في الحراش لا فيريتي يعني كان كنا ديزون كنا نلعبوا يعني بارمي لي برومي اون براتيك دو بو فوتبول كانوا ميم لي سيبورتير كيروحوا يزهاو ويحبوا يشوفوا الفوتبول ما غير يعني ما ديناش لي تيت مي كانت عندنا اون بون ايكيب كنا نلعبوا البالون بيان لو بروبليم تاع شارف ما فرناش لي جوار ولاد الحراش كان يجيب بوكو بلوس لي جوار ان اكسترنال دو الحراش لي زوغاني فهمت من وهران من الغرب جينيرالمون من الغرب الو حنا ديفو كو صافي با دير بلي لو زوغاني ما يلعبوش في الحراش باسكو لي جون تاع الحراش كي يلعبوا جونيور اسبوار يروحوا يحبسوهم الو ما عطاولهمش لي شونس باش يكملوا اون سينيور في الحراج كيما عطاونا حنا لي شونس ايبا نهار راح شارف ما خلاناش ان ايكيب ما خلاناش ان ايكيب اللي فيها ولاد الفريق
اللي قادر نكملوا نلعبوا بها. راح هو راحوا اللاعبين اللي راح ليكيب ناسيونال راح ليكيب ناسيونال اللي راح ليطونجي راح ليطونجي صافي دير كو كلي خدمنا ديزون خدمنا لعبنا فرحنا وماذا بس ماذا ما كان والو ما خلينا والو ما خلينا والو موراه مي سي تان تري بون انترينور سي تان تري بون فورماتور سي تان تري بون انترينور مي هذه هذا سيتي نورمالمون لا بوليتيك تاع الحراش سيتي نورمالمون لو بريزيدون هو اللي يقول له يا ولدي انا لازم الحراش من بكري اون فور فورمي لي جون تاعنا لازم تفورمي لي جون تاعنا ماشي نجيبو غير لي جون من برا من برا من برا وما ندير لهم اسماوات ويروحوا طيب ماذا ما عندناش لارولاف لارولاف ما قاتلناش بيان سير يا اخو راني معك قدر اسمح لي لا عندي سؤال الاخ خالد خالد نعم نعم تفضل شيخ لا شكرا بارك الله فيك انا شي با سبيسياليست دي فوتبول نتبع غير اماني بارك اسمو نتبع غير ليكيب ناسيونال بالكل هنا في فرنسا تاع لا ليغ هذه كاع ما نشوفهمش شتم السؤال تاعي est-ce que tu as le ferai que tu aimes plus le style de football anglais ou le style de football allemand انا نحب لو ستيل دو فوتبول اسبانيول باسكو سي بوكو بلوس تكنيك فهمت وما بعد يجي لونغلي وما بعد نحب الالمان مي لو برومي سي اسبانيول لونغلي وما بعد يجي لي زامو لونغلي انا لي زونغلي نحبهم باسكو عندهم فوتبول عندهم لو ريتم الفوتبول تاعهم عندهم لو ريتم اي لو جو ديريكت اي لا فورس بوكو بلوس لو فيزيك le physique exactement les espagnols c'est beaucoup plus la technique le football moderne de cas hein je crois que احنا brésil ah brésil avec de la chérie là le brésil les allemands c'est collectif ouais les allemands عندك 2 3 jeux 2 3 équipes mais ماشي كيما le championnat d'espagne ou championnat anglais خالد توانسا هضروا علينا le manager تاع لي دا بو نجاح لتونس سمعتو هضر على الفوتبول الارجينيان قال لهم تكنيكمون لي زارجينيان خير من المغاربه والتوانسه وشنو حنا شويه سمعتو. انا راكري مي سي بلو تاكتيك اوني مال فورمي سي بلو تاكتيك وي وي سمعتو كي قال وي فقر الدم عندنا فقر الدم بزاف خالد تي بونس كيس كي سباس سور لو فوتبول الجيريا باسكو ليكاديمي ماشي كيما تاع زمان On n'a pas, il n'y avait pas d'académie heureusement sur l'Algérie. L'Algérie, qu'on a, quand on gagne les équipes, on a les écoles de football. Les écoles de football, on a les meilleurs ministres, les meilleurs encadrés, on a les juniors, juniors, les espoirs, les espoirs, les seniors. Ça veut dire qu'il y a des marachés. Il n'y a aucune équipe qui a une académie. L'académie est mise à part de Zotchi. باسكو عنده ان اكاديمي تاعو شرا تيران دارو تاعو دار ستاد لو بارادو لو سول كلوب اللي عنده اكاديمي تاعو ميم ما كان اوكي كلوب وشنو كاين حاجه كان زمان يا في با هاد المعرفه وتشيبا وباباه واش يخدم وميم جوار مويا يلعب وان بون جوار زوالي ما يلعبش هذه زمان ما كانتش دوكا تغلبت ولا الكونترير اللي عنده دراهم باباه ما مولدو ما يعرفش يلعب اطفال يلعب اللي باباه كادر سوبيريور يلعب ما يعرفش يلعب اللي يعرف يلعب وزوالي ما يلعبش وهي رايحه الو تخلطت والكوميل هذا تاع عام عامين 10 سنين 15 سنه ولا ما عندناش دي جوار دو اون نيفو لي غون جوار نقصوا ونزيد نضيف حاجه انا ثاني باش ما نساوهاش كنا نهضروها شاك فوا في اللايف خالد حنا ولاد ليدين كنا محقورين او لعب معكم سامر علاني ولا شبيتلو وكان ولاد حومة دي كرون جوار يروحوا للحراش ما يقبلوهمش شوف يا اخي انا ما نكذبش عليك انا ما نكذبش عليك وليدي قالوا له واش يخدم بابا قالوا معلم قالوا يطبق ايه لا قلت لك هذه كاينه منها سيتو دركا سيتو الوقت اللي رانا فيها مي نهضر لك على بكري انا يا سوا ديزون كي كنت انا كادي انا بابا ما يعرفش الفوتبول بابا شوفير تاع كار والله هو فوتبول غير جبل ورحت ديسبيديت في الحراش قبلوني رحت ديسبيديت في الدياسي مع ولاد حومتي قبلوني وين تروح الى في باه المعرفه كيما دركا وين تروح يشوفوك ان بون جوار يعيطوا لك مي دركا نو ميم ان بون جوار ويشوفوك اي بريفير يدو واحد اللي باباه لاباس به اللي يسحقوه مصلحه شخصيه فهمت
ايوا قلت لك دخلت باسكو على لي زونطرينا تاع دوكا او ليفو ديجا ما يخلصوش ما يخلصوهمش لي بريزون دو كلوب جينيرالمون ما يخلصوش. مالا سمعتي غير دي وليدك ها سوري قبل خالد سمعتي شرف شرف البروجي تاعك البروجي تاعك هذا اللي راح تلونسيه مع لاكابي تاع لاكاديمي تاع اسبانيا وتاع الجزائر سي لو ميم بروجي كو زاتشي نو لو ميم بروجي قلت لك باسكو حنا ما عندناش هي شوف باش نقول لك يعني سي لو بلون ترافاي ترافاي على خدمه انا عندي بروغرام اسبانيول باسكو بروغرام تاعهم جو لابليكي 100% اي اوبليغاتوار لابليكي اوكي انا راح ندير انا سميتها اكاديمي باسكو المو اكزيجاو لي هما نسميها باسهم باسمهم بلو نو تاعهم هما كوم هما عندهم اكاديمي في مدريد هما عندهم اكاديمي دي زوتيل دي تيران فهمت عندهم كاع لي موان تاع الاكاديمي مي انا حبيت نسميها ايكول دو فوت دو فوتبول ايكول شغل الطفل يجي يقرا ويروح لدارهم الو كوم هما اوبليجاوني نسميها باسمهم اكاديمي دو فوت الجيريا دي اس فوت اكاديمي الجيريا جيت اوبليجي قال لك باش نسهلوا لكم كي تجيو ديروا لي فيزا باش يديروا لكم لي فيزا يسهلوا لكم باش كي باسكو يفكوا شاك اني ندي مينيموم ندي 12 14 15 بون جوار غير شوفوا ماشي بلاصيهم ماشي بلاصيهم وانا يا دوك نشوف اوبليجي نفتح ماشي غير في الجي نفتح زوج في السود زوج في الاست وزوج في الويست لاجيري يعني ناسيونال ناسيونال ايه باسكو ميم في السود كان دي تري بون جوار دايير جي كونتاكتي رولا في تكورت قلت له اسكو لونسيان جوار انترناسيونال قلت له اسكو عندكم دي جوار في تكورت مليح قال لي خالد انا شاك اني نبعث للشارف للسي ار بي 5 ا 7 جوار يبعث له دي جوار من تكورت للسي ار بي يبعث له لي ميور من خمسة ست جوار شاك اني قال لي صافي دير ما في السود كان دي جوار اي لا بريف لي رافينيس تاع البارادو تاع بشار اسمه وقتاش يتلونسا وقتاش يتلونسا هذا البروجي تاعكم نورمالمون لما كنت بالك تبربي دون دي جور لونسي باسكو انا راح تسمعنا للهداف وروح كان وروح لاشان ا 3 باش لونسي بوبليكمون وان شاء الله نورمالمون بارتي دو لا سيمين بروشين نبداو تاع الجي برك وما دا نروح لتكورت وما دا نشوف قسنطينه ونبدا ان فوا لونسي تاع الجي نبدا لونسي الاخرين يا خويا بون كوراج لافونتاج اللي عند لافونتاج في الاكاديمي هذه لي جوار لي يكونوا في الاكاديمي بلا ما يجوزوا ليكيب ناسيونال باش يروحوا لوروب من هنا نديهم ديريكت هما عندهم هما لتماك يونترينيو مع دي زونترينور تاع اتليتيكو دو مدريد وريال دو مدريد وهما يديروا لهم ليفالياسيون وهذه الشركه هذه عندهم دي كونترا مع 20 كلوب بروميير دوزيام اي تروازيام ديفيزيون اون اسبان صافي دير شاك جوار عنده لي شونس باش يبلاسيوه سواء اون بروميير سواء اون دوزيام سواء اون تروازيام ديفيزيون selon les capacités تاعو selon les potentiels تاعو يا خويا بالتوفيق ان شاء الله بون كوراج او تيزي وزو ما عندهاش ليكول تما تيزي وزو عندهم ليكول تاع جياسكا مي انا نجم نفتح وين نحب لو كان نشوف دوك انا في هذه السته بشاولي سيريو لا با انا جيت لو بلا با سيريو يحبوا عندهم ديجا عندهم 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 اين اكاديمي تما كانوا حكم فلتان سا بروف دو سبور مع شعبان كان يقريو في الاس تي اس داير ما داروا لي قريت عندهم انا الديبلوم تاع ديزام دوغري او فتحوا وحده تما في تيزي وزو سي فري كو ما عندهمش لي مويا باش يقلعوا بها 100% مي ان شاء الله قال لك بيانتو ان شاء الله عندهم دراري عم يفورميو في دراري مي ما عندهمش كاع لي مويا اللي يسحقوهم في الماتيريال بيداغوجيك و مي عم يسنوا فيها سبونسور وتبلت تاني تزيد تحل شيء اللي كنت بتا ان شاء الله ان شاء الله بالك تانيك في بجايه ان شاء الله انا يفرح شكي لك لونسا وهادو مشاو بيان جي ما صالي سي فاسيل انايا باسكو انا نشوف غير لي زاكس انترناسيونو لي زونتي لي جوار و سون ديبلومي نفتح لهم تماك ويخدموا يخدموا ويخلصوا ولا يتعلموا بليس جي بو دير لا غاردي لي كابل بتيزي وسو باغ اكزومبل يعاونوك هي ديجا يعاونوك تما وي نو الحمد لله لا لا يعني لا فيريتي كي كان ما من الناس مقسمطينه من الوار اللي عيطوا لي لا فيريتي الحمد لله
يعني كاع يقول لك اوني لا نعاونوك بور لانتيري تاع لي جون تاعنا ولادنا اي بي سي تاع سي تاع بروغرام بلوتو انا اللي عجبني فيه بزاف لو بروغرام تاعهم باسكو انا لو بروغرام باعوه لي باسكو هما او ديبي حبوا يعطوني لي زونتينوف تاعهم لي اسبانيول اي سا مي روفيان تري شير باك تقدم وتوكلهم الطوموبيل ولا سيكوريتي وتخلصهم قلت لهم انا بيعوا لي البروغرام وحنا عندنا دي زونتينوف اللي عندهم كفاءه سي دي زونسيان جوار انترناسيونو وعندهم دي ديبلوم خليهم يخدموا راهم بلا خدمه يخدموا ونابليكيو لو ديبلوم لي بروغرام تاعكم دون دو تروا موا بعثوا لي زونتينوف تاعكم يديروا انسبكسيون يشوفوا واش كاين ويكوريجيو يا رايحه ربي يهنيك ربي يوفقك دايا راهم فتحوها البارح البارح قلت لك فتحوها في مصر هم بعثوا لي كاع تصاور جنب لو مينيس تاع مصر تاع وزير الشباب والرياضه تاعهم افتح مع افتحها معاهم وجوزوا على جروند كلاس وان شاء الله ثاني كذا كيف تحول الايروبور ثاني كنجيبهم ونديرو لهم ثاني كنجيب الوزير ان شاء الله ونجيب البريزون فيدياسيون ما ما حنا نديرو ان شاء الله جروند يوز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حنا نتمنوا الجزائر تطلع سبور تاعها يطلع ولي جاري معنا كونسوات 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 ثاني باسكو اوروزمون كو كاين لي بي ناسيونو اللي جبنا بهم لا كوب دافريك اوروزمون الدراري تعلموا في فرنسا وتربوا في فرنسا لقيناهم الحمد لله ما قال يعني كان لي كالكو جوغ لوكو مي لقينا بوكو بلوس لي بي ناسيونو ان شاء الله ثاني كنبدو الدراري غادي نعطيو لهم ثاني كي شونس يتربوا في اسبانيا بوركو با ان شاء الله يا خويا تلقاو الدعم من عند مينيست لا جينيس دي سبور ابارامون بور لانستون راهم يخدموا راهم يقول لك اوني لا الجزائر الجديده بيبان مفتوحين نتمناو احنا تانيك نتمناو يعطونا لي تير يسهلونا في لي تير تانيك باسكو لي تير سي امبورطون سي في لاجيري بروبليم تاع لي تير لي تير لو ترونسبور اللي لازم يسهلوا كل شيء لو ترونسبور تنجم تقول لي بارون دوكا سافا لي بارون لاباس بيهم يجيبوا يجيبوا في الطوموبيلات يجيبوا ولادهم باسكو جينيرالمون لي جو كاع لي بارون يجوا يجيبوا ولادهم فهمت يخلوا هذه الخدمه تاع البلديه ربما هما اللي يجيبوا لي بيس يديبلاصوا الدراري كي يروحوا للسبور يديبلاصوا معاهم يعاونوكم البلديه اللي شاك بلديه اللي راكم دايرين فيها المشروع هذا ربما هي تدي تخدم خدمتها تاعو نو ما كوم يقول لك وما يقول البلديه يقول لك انتما ماشي اسوسياسيون باسكو انا عندي ريجيست دو كوميرس فهمت يلا يقول لك ماشي اسوسياسيون وشركه اسبانيوليه شركة إسبانيولية يقول لك دبر راسك احنا نشوفوا الاولاد اللي عايشين تما اللي اوا ما يخدموش هكذاك وما يقول لك القانون ما يسمح لكمش ما يخدموش تاع الدراري هذا بريفي نوردين هذا بريفي هذا بريفي لا كي يخرج لك هذه لاب سبورتيف من يطلع البلد كلشي البلاد اللي تستفاد كلشي يا خويا انا احنا شفنا لي بيس يديروا الدراري مساكن باش يروحوا يقراوا من ديارهم يسحب اللي خارجين على الجزائر اللي خارجين على خارجي ما يجيش ما يروحش يجيب الدراري يخدم يخدم بهم ترونسبورتور تاع الشركه يخدم بهم ترونسبورتور يا خلينا نشوفوا في النهار في البلاد انا نشوفوا مساكن الدراري دوك اللي يقراوا 3 كيلومتر 4 كيلومتر باش يمشي لازمنا ثقافة كبيرة في الجزائر. هاوي هاوي هاوي. ثقافة كبيرة. لازم كل واحد يلعب الدور ديالو، لازم كل واحد شاك مسؤول ولا واش يلعب الدور ديالو. اكزاكتومون. هذا مصلحة الأولاد اللي طلعوا، غدوة باش تولد تلبى بوزيتيف كيما نقولوا حنا تلبى صافا. بس حنا الله الله كونسونس بروفيسيونيل بحرناها في الجيري. صح 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 صح. ربنا يديهم نورمال ان شاء الله انا اون ديريكت نورمال الناس اللي يخدموا نورمال يسمعوا ويهديهم ربي يخدموا يعاونوا ثاني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا اخو ان شاء الله هذه اللي نتمناو احنا امين يا ربي امين ان شاء الله ان شاء الله ما انتما اون اونتربريز بريفي تاع ديوتيليتي بوبليك وي سي فري شو داكور معاك مي هما هما يشدك على بريفي باسكو عندك لو جيز دو كوميرس نو تو صافي نورمالمون شوفو سي كامام سي اون اونتربريز بريفي بصح ديوتيليتي بوبليك باسكو ان رون سيرفيس كامام لي جون اي لا بوبولاسيون لي جون وي وي ال دوني شونس اون جون مي ما نخموش هكذا ما نخموش هكذا هما باسكو على هذه نحكي معاك هكذا باسكو انا شفت هنايا عندي ولاد يديروا سبور في زوج يديروا تايكواندو هو فاسي لوطرينور سي بريفي عنده انصار البلديه هذه ساهمت له دارت له اعصار دارت له كل شيء
بليس حنا خلصوا في شكل عام نخلصوا لهم لاسيرونس ونخلصوا لهم تاع تاع 140 اورو نخلصوا لهم تاع الحق تاع لوترينور مي البلديه لعبه الدور تربونسي لك 120 اورو البلديه تربونسيها لك لا دخلت هي الوجبه سهل تصابيدي تاع لي بارو تاع الجيب تتخلص 180 البلديه تعاود تعاود تربونسي لي بارو وبليس لاصال البلديه اللي سهلت له معاها عطاتها له سي فور كونتي لي الدراري عطاتها له سي غراتوي هذاك في اوروبي اللعب اللي تلعب البلدي صح حنا كاين بزاف الناس اللي لعبوا هذا الشيء هذا باسكو بصح الاولاد سي فري سي فري حسن اون تونتون با انا اسمه حسن انقطاع الصوره انقطاع الصوره